بغيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم لازم لازم, 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 لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما فني وحبوري والثقة لازم لازم لازم, لازم, لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا والله يحييكم. نقول ما نقول مرحبا عد السيل ولا مرحبا عد المطر ولا مرحبا ألف، بل نقول مرحبا بكم عدد ما خلق ربي، ونقول للحضور وللمتابعين كلهم يا مرحبا يا متابع الله يحييك ترحيب تنفيها الغلا والمودة. يتجدد اللقاء بكم في هذه الحلقة الثانية من برنامجكم برنامج النشامة اللي يستضيف النشامة ويتابعون النشامة ويعد لكم فعول وصفات وأمجاد النشامة. الله يحييكم ترحيب المطر. عندنا اليوم ضيوف مميزين وأحببناهم وأعجبنا بما يقدمون فدعيناهم ونسعد بحضورهم معنا، فالله يحييهم ترحيب المطر. على يميني أخوي عبد الرحمن العبيدي القحطاني، أرحب ترحيب المطر. الله يبقيك ويطول عمرك يرحم والديك، الله يبقيك ويسلمك، أمسي عليك وعلى المشاهدين الكرام بكل خير ومسرة، وشرف لنا والله خروج معكم خروج مع أمثالكم لأننا نتعلم منكم وعلى اسمكم نشامة. الله يحييك يا شيخ عبد الرحمن. الله يبقيك أخوي عبد الرحمن. أنا أول مرة أعرفه من اول انه في قناه المجد وكذا واعلامي ورجال في خير وما يستغرب الطيب عليه انه طيب من طيبي الحمد لله. احنا ابناء قبائل وابناء عوائل ترسخوا في الدين والشيم والقيم والعلوم الغانمه كلكم كل جزيره عربيه، لكن تعرفت عليه في الحج ونعم الرجل لانه يقول ما يقول سعد بن جدنان ما ثنتين تبحث اللي مده بعيد اللي طالت الطرقه واللي طال المرض واللي طالت الطرقه، وهي فعلا ثنتين من هالسفر تبين وسمي السفر بالسفر لانه يسفر عن اخلاق الرجال. نعم. والله ونعم يا عبد الرحمن ما عليك زود الله كان معنا الله. والله العظيم انه وده يخدم الحجاج كله ويعدي وهذا الابتسامه وهذه الروح الجميله الله ما استغرب الطيب عليكم هذا والله شرف لنا خدمه حجاج بيت يوم قال لي الاعداد امس قلت من عندكم ضيوف يوم شفت صوره قلت يا لبي هذا رجال الله يحب من وارك. الله يرحمك الله يحييك يا اخوي عبد الرحمن الله يبقيك يطول بعمرك طول عمرك. ايضا معنا ضيف اخر له باع في في في, في الادب الشعبي والروايه وحفظ الكلام الطيب وايضا له باع في الاصلاح وهو اخوي عبد الكريم البشري القحطاني. ارحب ترحيب المطر. هلا والله وسهلا. انا سعيد جدا بمشاهده الزملاء من جميع ابناء القبائل، ايضا نسعد بجمهور الواقع اللي يتابعونا الان، وانت والله سعيدين نكون معك مشاركين في هذا البرنامج المميز. الله يحييك. بإذن الله أن نقدم اللي يسعد جمهورنا خلف الشاشات. أنت وبيضان وجيه ونشامة زورت. وعشان كذا دعيناكم. الله يطول عمرك. حنا ما ندعي هنا لنشمي. مرة ما يجي هنا لنشمي ولا ما لنشامة. الله يطول عمرك. الله يحييكم ترحيب المطر. أيضا تعرفون أحباب قلبي، أحباب قلبي اللي ما أسأل عنهم أخوياي وضيوفنا الدائمين على يميننا العمدة أبو صالح. أرحب يا أبو صالح. بك مرحبا الحاضرين والمشاهدين وبارك الله بالجميع. الحمد لله بأمن ومان وطاعة رحمن. الحمد لله يا أخواني والله ما قاصر علينا شيء. الحمد لله أبدا كل ما بغينا موجود، ودولتنا الرشيد الله يجزاهم خير ما خلوا علينا قاصر، أبدوا الطرق وسووا الأنفاق وسووا العلوم الطيبة. والله من يوم ما رحت وحالهين تراهم يوعدون بعد بخير بعد شب الخير. يقول تروح لمكة يمكن 20 دقيقة، هو قال شوي في القطار ذا اللي يقول زي الصاروخ وترجع بعد. والله هذا شيء غريب. حطوا لنا القطارات، حطوا لنا الطيارات، حطوا لنا السيارات. الحمد لله ولا نعم أقبلت. الحمد ما شاء الله تبارك الله. وحنا الحقيقة فخورين بهم. ويا أخواني ترى كل واحد أن تفتح المذياع وتسمع بالعالم لا إله إلا الله، ترى كل واحد يتمنى أنه سعودي. الحمد لله ونفخر بالسعودية
وبلادنا الحبيبة وبلاد المسلمين كل أبوهم سلامة الجميع وانتم سالمين يا زينك ويا زين علومك يا أبو صالح وانتم سالمين من بعد أبو بجاد يلا حيه شلونك طال عمرك خير أبشرك الله يحييك نمسي عليك وعلى المشاهدين والمتابعين ونسأل الله أن يقدم ما ينفعهم وينفعنا الله يحييكم ويفيدهم ويفيدنا آمين قبله. آمين الله يسمع منك ويحييكم جميعا أنا الحبيب أبو عبد الرحمن الله يحييك ويبقيك حياة طيبة ويطول بعمرك تراني ما زلت أبو عبد الرحمن عند اقتراحي اللي قلته العام إيه؟ وهو مسابقة للرواة يا سلام أحسنت وأتوقع إن شاء الله أنك من يفوز بها أول شيء رواياتك على مستوى وأنا أحبك على الصعيد الشخصي جزاك الله خير وبعدين قدرك. عندك شعبية لكن هي صراحة فكرة ممتازة جدا صراحة خلاص أهم شيء لو سوى يوم من الأيام اشهدوا لنا لو من الإجابة وتكشف لك الناس الرواه اللي مختفين ما بعد طلعوا لا الظهور طلع لك رجيل وهذه فكرة صراحة أنا أشكرك حقيقة عليها وإن شاء الله أنها تنفذ الله يسعد مساكم جميعا للمشاهدين ولا ضيوفنا اللي اليوم شرفونا لأبو طلال والأخوي عبد الرحمن احنا سعادة حقيقية بتواجدهم معنا الله يحيي الجميع ويوفقنا ان شاء الله نقدم ان شاء الله ما يليق بمتابعينا كفو يا ابو عبد الرحمن ارحب يا ابو علي الله يبقيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله مساءكم حبايبي ومشاهدينا وضيوفنا وجميع المتابعين اسعد الله مساءكم وجميع اوقاتكم بكل خير ونقول الله يحييكم بهذا المجلس المبارك وترى دائما الانسان اللي مثلنا يحتاج الى دعم معنوي ونفسي وكل شيء فلولا الله سبحانه وتعالى ثم انتم ما كان بعضنا تغرب وجاء من البراد الى الحرب قصدك الدعم يعني اللي مرتب الديره مثلك يعني اي بالله لا 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 اسال الله في هذا الساعه ان يحنن قلب ام علي عليك يا ام علي الرجال وضعه مزري طول البارح لقيناه تحت كبري المعلق يليم حصى يلقط حصى ومدري ولدت علامك قال ام علي البشاير دمه مدري وين الفوقاء قمت شمس شمس الحقيقه بنبخت انا العلوم يا سلام جعل راسك سنين يدوم احنا في مجلس النشام يلا حي الجلال لا 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 كيف نشل بالاخير؟ ما دريت حاضر بحاضر ابغى انت مشيت صح ليل مفرق الاخير قلت بقى كيف جديده؟ وخاف اقول لكن ما اكملها كملها لاخر الحلقه الله يحييك يا ابو علي الله يبقيك طيب ما دام معنا طالب علم صوت جميل ومتقن وكذلك افضل ما يبدا به في المجالس وما يبدا به في الاحتفالات وهذه تراها قدها الحمد لله من ميزات هذه الدوله حتى عند ولاة امر الله يعزهم يحفظهم ما يبدون مجالسهم الا بالقران ولا مؤتمراتهم الا بالقران ولا محافلهم الا بالقران وكذلك شعب المملكه كله مجتمع المملكه الحمد لله الان من حرصهم ومحبتهم لكلام الله تلقونهم في احتفالاتهم في مناسباتهم في كل ما يعنيهم اول ما يبدون به كلام الله فاخوي عبد الرحمن اللي تعطينا من ايات الله تعالى ما تيسر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته ولعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. أخوي أبو بجاد، ودنا تكلمنا عن هذه الآيات. أول شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كلام الله يا أخواني كله عبر وكله مواعظ، فمن تدبر القرآن عاش معه بقلب، وجد فيه الحلاوة ووجد فيه الراحة ووجد فيه الطمأنينة ووجد فيه الهدوء. هذا القرآن شفاء لما في الصدور وطمأنينة وبعد لوحشة في القلوب. هذا القرآن من تدبره وعاش معه عاش السعادة كلها، كيف لا وهو كلام الله جل وعلا. من حفظ هذا القرآن حفظ بين جنبيه الشيء العظيم، يحفظ كلام ربه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول ابن عباس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا الصحابة ما هذه الآية؟ قال أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر ولا ينسى، وأن يشكر ولا يكفر. هذه أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيش؟ أن يعصى ولا يكفر، هذه الأولى. يطاع ولا يعصى. نعم. ويذكر فلا ينسى، ويشكر ولا يكفر. ثم قالوا هذه الصحابة كأنهم قالوا هذه ثقيلة، فقال الله جل وعلا في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما استطعتم، لأنهم استثقلوا هذا الأمر، يعني أن قد لا يحيطون بهذا الأمر العظيم أن الإنسان يعني ما يعصي، مستحيل أن الإنسان لا يعصي، لابد أن يحصل زلل يحصل خطأ. فلذلك قيل أنها نسخت هذه الآية وجت آية تخفيف، وهي قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما استطعتم، فجت آية اتقوا الله ما استطعتم تخفيف. ثم قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيه بين الأوس والخزرج بعض العداوة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وآخ بينهم وأصلح بينهم وأصبحوا إخوان، الحمد لله، وصاروا كأنهم يتذكرون بعض من الشيء، يعني فضلاء بعضهم، أن بعضهم قال إحنا فينا فلان من صاحب الشهادتين، والثاني قال فينا فلان قسيل الملائكة. ثم بيّن الله جل وعلا أن ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني ما فيه تفاخر. ديننا يا إخواني دين ترابط، ديننا دين تآخي، ديننا دين محبة، أنك تحب هذا الشخص لدينه، تحبه لله. فما دام هذا الشخص أنت وياه على طريق الإسلام وعلى طريق الهداية فهو أخوك،
أخوة الدين، تعظمه، تدافع عنه، تدافع عن عرضه. إذا رأيت أحد يتكلم فيه في المجالس تذب عن عرضه وتحمي عرض أخيك. أيضا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني أنت مع أخيك، قالوا نعرف نصره مظلوما لكن كيف ننصره ظالما؟ قال ترده عن الظلم. نعم، ترد للحق. أيه، ترد عن الظلم، هذا نصر له. فديننا يا إخواني دين ترابط كما بيّن الله في كتابه. الحمد لله. فتقوى الله عز وجل يا إخواني لو تكلمنا عنها يعني، لكن نتكلم باختصار، فتقوى الله عز وجل هي لزوم الطاعة. فكما عرفها علي بن أبي طالب قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى. وش هي؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل اللي هو القرآن، والرضا بالقليل أن ترضى بما قسم الله لك، والاستعداد للرحيل. إخواني كل يخاف الله تعالى، لكن أنا ودي أعرج سريعا، وكنت أسولف بأنا وأبو صالح وحنا جايين بالرضا بالقليل. الإنسان إذا جاء خير فرح واستبشر ورضى، لكن أنا سؤالي كيف رضاك بالقليل؟ حرمت الذرية، ما رزقك الله بذرية، كيف مدى رضاك على ربك؟ كيف مدى تسليمك لله عز وجل؟ أصبت بفقر، ما عندك مال، كيف رضاك على هذه الحال؟ كيف تسليمك لأمر الله وأن هذا قدر الله عليك؟ أصبت بمرض، كيف رضاك على هذا الأمر وتسليمك؟ فقدت من الأبناء والبنات، ما وفقت في عمل، ما وفقت في شيء، كيف رضاك؟ هذا الرضا بالقليل، الرضا بالشيء القليل، كيف رضاك بالقليل؟ هل أنت مسلم لله؟ هل أنت تقول هذا أمر ابتلاني الله فيه فالحمد لله والشكر على ما قسم الله وقدر؟ هذا هو الرضا بالقليل إخواني، أن تسلم وترضى كل الرضا بما قسم الله لك وقدر. فهذا هو الرضا بالقليل اللي ذكر أنه من التقوى. والاستعداد لرحيلنا من هذه الدنيا إخواني، كل يوم نسمع فلان مات، فلان راح، فلان. فأنت هل أنت مستعد؟ كل منا يعرف نفسه يا إخواني، استعدادك لرحيلك من الدنيا إلى الآخرة. ترى يا إخواني مكاننا في الجنة، ودارنا الحقيقية الجنة، هي الدار، دار السعادة، دار المقر، دار المقر. فيا إخواني الدنيا جبلت على كدر وجبلت على هموم ومصائب. ليش؟ لو كانت الدنيا نعيم ما وجد نعيم الجنة، ولكن جعلت الدنيا بما فيها من المشاق حتى إذا دخلت الجنة وجدت النعيم. فالنعيم الحقيقي في الجنة ليس في الدنيا. نسأل الله أن فضله، فأسأل الله أن ييسر لنا فعل الخيرات يا أخوان. فهذا بعض اللفتة عن الآيات حتى نترك المجال للأخوان يا أخوي. كتب الله أجرك يا بجاد، والله يجزاك خير ويجزا أخونا عبد الرحمن، ويجعلنا وإياكم إن شاء الله من اللي يتبعون كلام الله ويطبقونه في حياتهم. جملتوا على كل حال، بما أنك تطرقت الموضوع، أنتوا تعرفون برنامجنا أصلا يعني نأخذ بالمواضيع اللي تجي ونتكلم فيها. ما دامك تكلمت عن المحبة وعن الجمعة وعن الذود، عن ابن العم أبو طلال عنده قصيدة أحبها أنا عن الإصلاح وعن ابن عمك. الله أعطني إياها يا أبو. طبعاً إحنا في الإصلاح أنا ومجموعة رجال شرواك، وهم أغلبهم من زملائك ما شاء الله. فجينا في أحد الإصلاحات ورد علينا واحد أحبابي ولده بينه مشكلة، هو واحد قال أبا رد عليكم بهالأبيات. يا سلام. إيه والله، وهي أساساً الواحد يامي. يقول لي زاعك ابن العم أول زوعة، حاذور يا ابن العم لا تنزاعي، وانزاعك ابن العم ثاني زوعة، فشكه على العراف لعله ياعي، مثل شروة من عندي. وانزاعك ابن العم ثاني زوعة، فشكه على العراف لعله ياعي، وانزاعك ابن العم ثالث زوعة، فوسع ديارك والديار وساعي، وانجوك بيضال وجيه بطلبه، عطهم طلبهم واعرف الاصناعي. يا سلام. ويقول ادمع عن الطيب 80 زله، ولا الردي ماني عن خطاياه داري، قالوا بعت خويك ب99 زله، قال ارخصته خله يكمل 100. والرفيق والصديق والنسيب، يقول علي بالحمري النسب ريحانة قدرها الشم، وما ياكل الريحان غير البهايم، ناس بينك عيش وملح، وهذا ان جاء خطا يوصلنا شيباننا كبير، ادخل من تحته وكنك ما شفته، وانه صغير ادعس عليه وامش،
هذه اسلوب الرجال شروه من عندي. الله يبيض وجهك يا ابو طلال ويجعلنا وانتم من المتحابين ويجعلنا وياكم في سطوهم سعه لان لا تسع الصدر احتوى الجميع. صحيح. احتوى العدو والصديق والقريب والبعيد. نعم. الله يجعل في سطون صدوركم سعه. اليوم بدنا نتكلم عن موضوع هو حديث الساعه، اكيد ان احنا الحين في الرياض وبعضكم دقت عليه المره زعلانه تقول العرب صيفيه وانتم مخلينا يكتبث من قصور المقبل وحنا ذبحتنا الشموس نبغى نروح نتمشى مع العرب. طبعا حنا نقول هذا حق لهم، حق. صح. والنفس البشريه جبلت على انها تحب التغيير وتحب المشي، ويقولون مما يزيد في العمر ثلاثه بعطيكم منها ثنتين بس، منها مشين في النبات وركب المسرجات، اما الثالثه يا ابو صالح ما نبقى جايبها. يا سلام. إيه. اهم شيء لا ما نبقى جايبها. ما نبقى جايبها اربع، حق لنا ناخذ منها اربع. لا لا ثنتين، ناخذ ثنتين ركب المسرجات الخيول ومشين في النبات. نكتفي بس. والحين ابغى انا وياكم نتكلم عن هذا الموضوع بس باسلوب اخر. يعني اسلوب تحدي. الحين انا بنوزع لكل واحد منكم يتكلم. طبعا المملكه العربيه السعوديه من فضل الله تعالى عليها انها قاره، يعني اجتمعت فيها جميع التضاريس وجميع الاجواء تلقاها فيها، وجميع ان جشت فيه ديار تلقاها وتروح تشتي فيها، وان جا الصيف فيه ديار بارده تروح تصيف فيها، وان بغيت التمشيه والبر تلقاه، وان بغيت الجبل تلقاه، وان بغيت السواحل تلقاه، وان بغيت الجزر تلقاها. هذا من فضل الله على هذه الدوله. فودي كل واحد منكم يختار مدينه يتكلم عنها، والجمهور يتابعونا والناس يتابعونا والهاشتاج يشوفون من أكثر واحد أعطى هذه المدينة حقها، وهم الرجال اللي بيقصر في حق هذا المدينة ما له جزء عندنا إلا مشعب أبو علي. لا لا ما هو ما هو مشعب. ها أنت ذاك الأمس تقول واحد يتأخر عشان عشاء على عشان حصلنا فطور بعدين حصل. إيه بس إن معنا اثنين ضيفان والضيفان ما أنا. لا الضيفان خارج خارج التحدي. لا مع التحدي. قول يعني ما أنت معزرهم بلاش أو بتدخلهم من مشعب. يقول يعرض بمشعب أبو علي. يقول يعرض بمشعب أبو علي اللي بيخدم. طيب خلوا كل واحد منكم يختار. اختر مدينة يا عبد الرحمن. والله المدن كلها طيبة. كقولنا تنومة. تنومة طيب. اختر مدينة أبو صالح. ديارنا الحبيبة كل أبوها نختارها. إيه. لكن نختار بينها. المدينة المنورة. يا سلام. بين الطلبة والأجداد، والحمد لله ما ودك تجيها الأيام هذه عقب الحج تحصلها مغلقة مرة، والحمد لله كل واحد يروح دياره وكل واحد يستانس من عنده، وبلدنا الحبيب كل أبو حبيب من أمه. طيب عبد الرحمن تنومة. نعم. والنماص حط النماص. النماص تنومة. إيه. وأبو صالح المدينة المنورة. أبو بجاد. عاصمة الربيع. ايش يا حفر الباطن. حفر الباطن. ابو علي والقيصومه. والقيصومه مثل تنومه والبشائر وبالقرن. الباحه والبشائر بالقرن. الباحه وما يتبعها. اي نعم. مع ان البشائر بالقرن يتبعون عسير بس كلهم. لا بس عشان منتزهات فيها طيب. على الطريق يعني. اي نعم. هو انت لازم تلوي عنق القصه عشان تجيب البشائر، هذه ديلة. لا 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 معروفه. ولا البشائر ما تتبع الباحه. مرورا بالبشائر فقط ولا منتزهاتها قليله. يعني قصدك يا سايح يقول ابو علي، يا سايح يا متمشي إلى وصلت الباحة فلا تداور، دزها شوي للبشاير. البشاير إلى سبت العلاية عاصمة سلة الغذاء لنا. طيب أبو عبد الرحمن اختر مدينة. حايل. حايل. أبو طلال. أبها. أبها يا سلام. والخميس وبيشة والسراها. لا لا هي مرة واحدة. لا واحدة واحدة. تم. لا بيشة خلال البن بخيتها. اللي تامرون فيها بشروا. والله يا أخواني. كلها حلوة. البن بخيتها. كل اللي اخترتوها ممتازة وكلامكم طيب. وما دامك اخترت لي بيشة هي انا بتكلم عن بيشة. نعم. ها وهي مصيف عالمي وغيبغى تشتم وما في كل حاجه. نبدا مع اخوي ابو صالح اكبرنا سن. ابو صالح. نعم. نبغاك تخاطب الجمهور باسلوب تقنعهم انهم يقفلون القناه ويركبون مواترهم يروحون للمدينه. المدينه ديرة الانبياء والخلفاء والصحابه. يا سلام. ترى فيها خير وبركه. فيها الامور كل ابوها طيبه لا جيت طبت وما شاء الله تبارك الله وتجدد المدينه ابد فطنك الامور قديمه منين ما رحت ودرت وبجنبها الجبل اللي يدفن فيه حمزه على وقت النبي اللهم صل على محمد يوم انه استشهد بغوا يجيبون المدينه واقبل الجبل يحن كل ابوه قال اقبروه ببطينه او كما ذكر بالحديث ببطين احد واستقر الجبل ما شاء الله هذا احد هذا يحبنا جبل يحبنا ونحبه هذا فيه حرم الله ما شاء الله تبارك الله
أموره طيبة والله أنك لا جيت أنك تستانس. سبحان الله العظيم، جو طيب ترى، جوها ترى موسط، لا هو لا حر بالحيل ولا برد بالحيل، الأمور زينة. وبلادنا هذه ما شاء الله شبه قارة، من أين ما رحت، رحت للأجواء الغربية ولا الشرقية ولا للجنوب ولا، ترى بعض الناس يا أخواني لما نتزوج، وأنا ما رد الشباب، يروحوا للخارج ويتعبون ويسلمون الفلوس والأمور، وبعض الأمور ترى ما فيها من ومان، ما هم مثل جنوبنا. راح واستانس يا أخوي بالجنوب وعين خير، وخلى اللي يقول دقيقك ببلدك، وخلك تدفع ببلدك تستفيد وتفيد. وترى عندنا منتزة عظيمة اللي هو الجنوب، لا يفوتكم ترى. أتكلم عن المدينة يا أبو صالح، والمدينة حلوة بس الجنوب لا تنسى. الحين أشوف المدينة الآن، هالمدينة تابعونا الآن، قلت لك يا أبو صالح عط مدينتهم حقها. والله المدينة أنا ما أقدر أقول شيء وينقصني التعبير، لكن المدينة هلا جيت أستانس أنا والعيال ونصلي به كل وقت، وما شاء الله كل الأمور طيبة. يعني من أما رحت هنا مزارع، وهنا رزاق، وهنا جماعة، وهنا أجداد وأباء، وهنا الصحابة والأنبياء. والله يا أخي إنك ترتاح نفسيا، سبحان الله العظيم. ومكة المكرمة وبلادنا الجنوب لا تنسى، ما ننسى. أحسنت يا أبو صالح. يعني أبو صالح جملت في توصيف المدينة، تسلم. والمدينة تستاهل. ولو ما قلت في المدينة إلا وصف واحد، قلت يكفي إن فيها محمد صلى الله عليه وسلم لكفاها. اللهم ما عاد نبغى غير شيء، تبون غير شيء؟ يكفيها والله عز وشرف. يكفيها والله. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. أحسنت. سمعتوا يا مشاهدين كلام أبو صالح الذي مثل المدينة المنورة، وعاد بكيفكم، اسمعوا المدر الباقي. الآن معنا أخونا عبد الرحمن، بنرجع له، نبغاه يتكلم، هو اختار النماص وتنومه. تفضل عبد الرحمن. والله يعني بعد المدينة، المشكلة انك حطيت المدينة أول واحدة، ما عاد نقدر نعبر بعد المدينة. لا لا، كل مدينة لها ميزة. لا لا ما يخالف. بورك في مدة وصاعها ما شاء الله، طبعا وقال من استطاع أن يموت بمدينة فليفعل. ولكن أنا بتكلم من ناحية يعني الجو. ما شاء الله. الطبيعة والبراد يا رجال، ندور احنا. اي والله ندوره، مطلوب. ترى احنا الرياض الحين يعتبر بارد. لا ممتاز، جونا زين. ممتاز. المكيف عندي يقول ما عاد يبرد، يحن عاد يرغي. انا خابر المكيف عندي ما له صوت في جدة، يمجي تنوم هواء ما في. لا يا ابي لا يا بالنسبة لتنومه والنماص، امسي على اهلها بكل خير، يستاهلون. انا جيتها مرة مع رجال شرواكم، فالميزة الوحيدة يعني اللي باقي اذكرها اني اتغدى اكل مع الغداء ضباب. الله ابي شوف الوصف، شوف الوصف يا ابو صالح. أيوه. خضار كنك كنك في الجنه، جنه الدنيا. ما شاء الله ما شاء الله. ايش افضل المنتزهات في النماص وتنومه، واحد ولا اثنين تذكره عشان نقول ميد الناس روحوا له؟ والله شوف انا كمنتزهات ما يعني ما زرتها، بريت مرور. أيه. وزرت فيها مطعم تحت، والله ما ادري ايش اسمه. المقر. والله ما ادري ايش اسمه. تحت المقر. ما وصفه ما ادري، لكنه تنزل له نزول. يا ويل انه ما صرت المهم من كعب. انا انصحكم تروحون. اذا عبد الرحمن ينصحكم بزياره النماص. انا اقول تتغدى وتاكل لك ضباب مع الغداء. يا سلام، هذا يكفي. وابو صالح ينصحكم بالمدينه. خلونا نسمع ابو بجاد. ابو بجاد يا هلا. كل ما رحنا صوب البراد سنكم تردون نقاد، وين تبي الناس يروحون؟ والله شوف، هو كلا يقول الشاعر او المثل يقول كل يغني على ليلى. يا سلام، شفت؟ وكلنا بدارهم ولع. اي وكلنا بدارهم ولع. اي فانا اتكلم، ابو صالح ذكر الاباء والاجداد، انا اتكلم عن ديره المنشا وليس ديره الاصل. الاصل انا من اهل المدينه والقصيم، لان حر معروفين هذه ديارهم. اي ولكن اني انا نشات وترعرعت في حفر الباطن، فعشت في حفر الباطن. وش فيه مميزات؟ والقيصومه، وفيها حي اللي احنا فيه نسب لامير الفخذ اللي احنا منها من الوسيدة، اللي هو حي ابن صبيعه اللي انا عايش فيه. طيب شفت؟ ف انا اتكلم عن جمال حفر الباطن يكون في وقت نبغاك الشتاء. تقنعني انا والمشاهدين، نشغل مواتنا نروح حفر الباطن. فضل. والله شوف انا اقنعك في الشتاء. لج الربيع يا اخوي. لذلك سمي عاصمه الربيع. ما شاء الله. فاما في الشتاء في الربيع والخير كله في حفر الباطن، وتستمتع في أجواء حفر الباطن. والفقع طبعا فنشا. تتكلم في الشتاء. في الشتاء وفي الربيع وفي الصيف مع سبلت ما عليه بعد. والله ما الصيف فيها نظر. أي فيها نظر، لذلك حنا ما نبغى واحد يطلع علينا، شفت؟
تم يقول انا جيت الحفر واعرف جوه. ف ايش ابرز الصيف؟ صيفك مع سبله احلى عندنا بالحفر. طيب ايش ابرز المناطق اللي يزورها الواحد بحفر الباطن؟ والله بحفر الباطن اذا جاء للحفر الحفر احسن ما فيها ارضه مستويه. ايه لذلك جعل متى سبحان الله جمالها في الربيع، لان الارض كلها تصير خضراء مستويه. يعني اي مكان نحط على قولتهم عزبتك واجلس، ما في مكان معين تختاره، اي مكان هو يصير لك ممتاز. وبشرك بعد يلقطون الفقع. الفقع والفقع ما ملكون عاد، في ناس يسمونه هلكمه وناس يسمونه الزبيدي وناس فاموره في الشتاء ما ابد اوصي فيه بشده. والله يا ابو بالصيف يا مشاهدين تابعوا واقترحوا لنا من افضل واحد يوصف مدينته عشان ان شاء الله نحاول ندبر له جائزه، ورب وزاره السياحه تشوفه وتكرمه بعد. احسن متحدث عن السياحه لحد الان سمعنا عبد الرحمن تكلم عن النماص وتنومه، ما قصر الحقيقه، ما قصر، يقول يكفيك في تنومه والنماص انك تاكل الغداء في الحديقه وتاكل معها ضباب. هذه يعني وصف على مستوى. وابو صالح قال المدينه المنوره، وقال يكفيها ان فيها محمد صلى الله عليه وسلم، اشهد بالله ان يكفيها. وابو بجاد يقول تعالوا حفر الباطن في الشتاء تلقون الوناسه والمنتزهات البريه والفقع وهبات الريح والارض المنبسطه، ولا لا يا ابو بجاد؟ صحيح. طيب خلونا نشوف المدن الباقيه. سمعت الثلاثه ذولا، بنسمع الثلاثه اللي هنا. تفضل يا ابو علي. ايش رايك اكمل القصيده اللي قبل قدام؟ ايش؟ اكمل القصيده اللي قبل. طيب تفضل. بن بختانه العلوم يلا يلا جعل راسك سنين يدوم واحنا في مجلس النشامة جعلها جامعة دائمة لا 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 جعلها جامعة دائمة بن بختانة العلوم جعل راسك سنين يدوم واحنا في مجلس النشامة جعلها جامعة دائمة لا 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 جعلها جامعة دائمة. طبعا احنا كنا في برنامج يا ابو طلال وابو بجاد وعبد الرحمن، كنا في برنامج في اسمه بيت الحكمة في قناة بداية، نعم، ومعنا ابو علي وابو سليمان الحمري وكلهم من الجنوب يحبوا العرضه. اول ما بدينا البرنامج اراقب انا ابو عبد الرحمن وابو صالح، تعرف الحربي والمطيري ما يعني العرضه ما يبي عنده. قلت والله انا حياكم الله ما ينتهي ذا البرنامج الا قدهم يدقون الست. وفعلا الحين شوف ابو علي اول ما غنى اول ما رد علي ابو صالح قال الله الله. ابو صالح يقول راح اشتري شرطان عرضه. يا سلام بتعلم بتعلم ما بنتهي له جاهز. على العموم الله يسعد مساك. اتكلم على اي مدينه؟ بتكلم عن الكلام اللي بقوله سجلوه يا من يحب المصايف ومن يحب المنتزهات، وانا مسؤول عن ذلك. يبغى الجائزه الرجال. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم اولا من الباحه. نعم الباحه. الباحه منطقه النظافه والاهتمام بالتراث ومن منطقه البراد، وعندها الامير حريص جدا على انه يجعلها من المدن المتميزه في الجنوب. عندك منتزه الحمده اللي فيها المياه اللي منتشره في اليوتيوب الان، اللي يطبون من راس الجبال على الغدران كذا، زرت هنا قدام اجي بيوم فما تجد مترين فاضيه الان. نعم واكثرها خاصه جينا في يوم عطله ما شاء الله، صارت منتزه لهالاجانب يا مسلمين الهنود والعوائلهم. والله تقول زي اذا قالوا هالجنوب مثل الجراد. فمنتزه جيد وفيه مياه تمشي. افضل منتزهاتها شني عندنا؟ الحمده اللي هي المويه هذه، الحمده، ورغدان. رغدان وعندك القمع. القمع وعندك مذود. مذود اي نعم، على طريق سد الهيجاء. ايه. وعندك طال عمرك محميه الوعول اللي انا صورتها ويمكن حد شافها ما بين بالجرشي، بجنب بالجرشي، في نفس بالجرشي. هذا بالنسبه لمحافظه الباحه. عندنا البشائر طبعا تبعها مناطق قريبه، قصدك يعني اذا جينا الباحه نتعدى شوي، تعدى على طريق الجنوب ونجي الصلبات، تجي الصلبات وتتعدى على البلس. طيب خذ عم. ايوه. ثم تنزل على قبقاب، عندك قبقاب على الطريق ان بغيت اللي جهزت الدوله ومن شو اسمها من حدائق، فعندك موجوده من اول قبقاب الى اخر قبقاب، وفيها سدود طبعا، والارض كلها خضراء ما شاء الله تبارك الله. عندك البشائر البراد عندها وتبعها وتبع محافظتنا سبت العلاية، وادي مهره. وادي مهره وانا معني بذلك يعني يفوق
كثير من المناطق هناك. والوادي هذا يمشي ما؟ ها؟ يمشي ما؟ يمشي ما. والعيون اللي أنا طلعتها تضخ فوق الأرض تشرب منها وتسوي الشاي منها. ما شاء الله. إي نعم. والظلال تقول خيمة. وهذه بالمناسبة أذكر العمل الطيب من أهل المنطقة، فيه رجال رجال شرهم يسمع علي بن منصور وأخيه بريك لهم حلة هناك أغنام. فش يسوون إذا كثروا المتنزهين؟ يأخذون الأكياس هم أولادهم ويجون عند المخيمين ولا كذا ويعطونهم الكيس يقولون ما عليكم إلا تضعون المخلفات هنا وحين ويجيكم اللي يشيلها. ما شاء الله. فهم بنفسهم معتنين فيها. عندك منتزه الفحمة بآل عامر يضاهي المنتزهات الأوروبية. الفحمة بآل عامر غابات خضراء، غابات خضراء جدا جدا جدا. الثالث وهو الأهم في ذلك في محافظة بالقرن وادي شيبانة، مهيئة كمان من البلديات ومن كل شيء، والمتنزهين الحاويات وما الحاويات والطلبات والنظافة دائما المستعجلة وتهيئة للسياح. هذه المناطق اللي أنا ذكرتها أساسيات، بينما فيه كمان وديان تجري المياه فيها مثل وادي سقام بعد عفرة وقبل طلالة، وعندك منتزهات جهة الحرج أو جهة ثمة، لكن هذه اللي أنا ذكرتها معني في ذلك وستشكروني على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله. وهذا أبو علي تكلم عن الباحة وعن البشاير وعن سبت العلاية وعن وادي مهرة وعن وادي أفرك وعن الطلالة وعن يعني ما شاء الله على أبو علي. وعاد بكيفكم أنتوا حكموا. طيب أبو عبد الرحمن أنت اخترت تكلم عن أي مدينة؟ عن حايل. طيب يا بعدي ها سلام. وش بدك الحايل؟ أول شيء والله إن مملكتنا كلها تستحق منا وإحنا الحمد لله. الحمد لله. كل مملكتها، لكن عاد إحنا مجرد الاختيارات واخترنا منطقة من المناطق اللي نحبها ومملكتنا كلها نحبها ونحب كل مناطقها. يا سلام. حايل فيه ميزة تربته، تربته تختلف عن المناطق اللي حوله، يعني تربته تميل للون الأحمر جبالها. الأرضية والجبال تجي لين تجي حد الجبل، قاعة الجبل وتشب نارك وتقيل وترتاح وتذرع في جنب الجبل من سهولة الأرضية، يعني الجبل مرتفع وانت تصل إلى حده. بعض المناطق جبالها تنحاك بعيد وتبعدك، هذه من المناطق اللي لا، تقف قاعة الجبل بالضبط وتمسك الحصى بيدك وانت في جنب الضلع وتشب نارك وترتاح وتجلس. الشيء الثاني الأرض اللي حول الجبال سهل. الشيء الثالث النفود قريبة، المنطقة بشكل عام وانت تجيها ترتاح فيها. الله. كل العوامل اللي تبى تشوفها تشوفها. أنا خاصة للي يحبون الطبيعة، السلام. الطبيعة الحقيقية، يعني الطبيعة وليس المنتجعات وليس الأماكن اللي هيت ولا كان منطقتها. بعدين عندها للمنطقة عندهم ذوق عجيب حتى في المنتزهات اللي يسوونها. لا دخلت المنتزه لهم ملفت، الله. من زينة التصاميم داخل المنتزه فيها منتزهات كبيرة ومشهورة اللي هي عقدة. عقدة نعم. فيها موقدة حاتم الطائي اللي في رأس الجبل، اللي في رأس الجبل. سبحان الله. فيها من الأشياء الكثيرة يعني ما نقدر حقيقة نحصيها أبدا. كان عقدة الآن يروحون ولا في الشتاء؟ سبحان الله العظيم. الآن هي أبرد من المناطق اللي حولها تماما، هي أبرد المناطق. يعني هي الآن خاصة في المساء بالليل براد، في النهار ينوش الحر مثل ما ينوش غيرها، لكن هي الآن أبرد المناطق اللي حولها، هي تعتبر من أبرد المناطق. وبشتاء لا تبرد زيادة. وسبحان الله العظيم على موقعها وعلى طبيعتها وعلى هذا، حتى بواكر الوسم دائما سقوطها على أول ما تنزل على منطقة حايل وما ضوحيها، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الميزات اللي بذكرها في حايل. وفي وظيف وظيف لو كل بلادنا وكل مجتمعنا ونعم فيهم سكان المنطقة وأهلها سواء من أهلها القدامى وأهلها الأساسيين أو سواء من اللي جو فيها، إلى قبلت واحد منهم وإلى يباشرك بالابتسامة وبالرحابة وبالدعوة الطيبة والنفسية الزينة. تعال اسعله لمنك سألتها أما عن طريق ولا عن مكان، أول ما يقول لك يعزمك ويقول لك اقلط وتعال صل في المسجد وخليه يعرف أنك ما أنت من هالمنطقة ويباشرك على طول. فيهم ميزات، جيناهم مرة وإحنا في موكب ولا أدري وأنك كنت أنت معنا في هاك الرحلة، في رحلة والله إني شفت المنظر أنها سرني وإني ما زلت لحد المحتفظ فيه. إحنا على باص وإحنا مجموعة، اعرفوا أنهم شخصين
عرفوا ان هذه هي جايت لها من اي جهه تمام ها ضيوف وشبابهم يمرون على الخط تدري وش سووا شبابهم قعدوا يبارون الباص ويحيون ويصفقون اي والله كانكم من المنتخب كنا اي سلام عليك كسر يعني شفت هذه والله اني حسبتها لهم هم شباب صغار والله يصفقون ويحيون ويرحبون وهم والله ما يدرون احنا وش عندنا ولا يدرون احنا من احنا جايين ولا يدرون احنا وين احنا رايحين يعني هذه ميزه جميله فهذه حقيقه حبيت حقيقه انا شخصيا أنا الجمهور هو اللي بيختار لكن انا شخصيا اكثر واحد اقنعني وتكلم عن منطقته منيف شويب منيف الشويب احسن واحد تكلم عن حايد لكن الكلام باقي عند الجماهير سمعت الكلام عن نماص وتنومة وسمعت الكلام عن المدينة وسمعت الكلام عن حمر الباطن وسمعت الكلام عن أبها سمعت الكلام عن حايل لا الشيخ باقي ما لا باقي صح سمعت الكلام عن الباحة قصدي الباحة باقي عندنا أبو طلال منافس بقوة بيتكلمنا عن مدينة والله أنها فارت نفسها صراحة أبها تفضل أبو طلال أول شيء مساكم الله بالخير والثانية مدينة أبها طبعاً كان تعرفون سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل والأمير فيصل بن خالد والأمير الآن تركي بن طلال على أثرهم ساعدوا في تطوير هذه المنطقة والمليارات اللي ضخوها على مدينة أبها كغيرها من باقي مناطق المملكة. فميزة أبها يا أخوان أنا دائما إذا رحت أسكن هناك جهة جنب شو اسمه ذا الجبل الأخضر حول الجبل الأخضر وذيك المناطق بحيث انك اذا تبغى البحر تنزل نص ساعه القحمه اكيد انك قد رحت القحمه تنزل نص ساعه تحصل الجو مختلف 40 درجه هذا في الشتاء ايه في الشتاء تطلع في نفس اليوم تحصل درجه الحراره 10 درجات في ابها والسوده يعني تروح يسار على طريق بيشه والخميس وذا تحصل الأرض الممتدة والأرض المبسطة الصحراوية يعني تقدر تلف الجبل والصحراء والبحر تلفها في ساعة أو ساعتين هذه ميزة ما هي موجودة إلا إن كان في الطائف إذا نزلوا لجدة فعندها مثل ما قال أخونا أن المملكة تعتبر قارة تلف الجبل والبحر وجميع التضاريس افضل المنتزهات في أبها بالاضافه الى الاكلات الاشياء الحماط الفركس الاشياء الفواكه الرمان العنب هناك طعمها غير اي والله العظيم يمكن جرب ايش ابرز المنتزهات اللي تقول الناس يزورونها السوده الحبله دلغان الفرعه الشلالات فيها مواقع برضه هناك طوروها من ناحيه الالعاب الرياضيه مثل الشراع الطيران الشراعي مثل العاب كره القدم كانت كره القدم الان انديه ريفيه الان كلها تنافس انديه الممتاز ابها وعندك ابها ونادي ضمك وانديه نجران كلها في الممتاز اي والله فبالاضافه فيها تطور منطقه في الرياضه في الصحه في الطرق انا كل سنه اجي احصل يعني مشاريع جديده واشياء غير الاشياء اللي فاتت فنسال الله التوفيق واسف على الاطاله لا ما اطلت الا احسنت وابها تستاهل وكلكم ما قصرتوا وجملتوا والان نتحول الى مقدمنا العزيز ويتكلم عن منطقه بيشه اللي هي نجد الجنوب تفضل والله يا اخي ما ابغى اتكلم لكن ما دامك طلب حقيقه اخواني مع احترامي لكم واحترامي لكل المدن اللي اخترتوها وكلهم نعم وهلا ونعم ما شاء الله ومن بلادنا الحبيبه ولا نرضى لهم الا ما رضى لهم صحيح لكن ما دام اني شرطت عليكم كل واحد يختار مدينه فانا اقول صراحه كانك تبغى الايام هذه تبغى الرطب الخرفه تبي الصفري المغارير تبي الشكل طيب. تبي البرني طيب. تبي المقفزي سلام. تبي ريدز البنات سلام. تبي القسم تبى هذه عندنا ترى هذه كل هذه يزين هالاسم ومنسين هالبيشه وبديره نعم هذه عليك بيشه تلقى النخله وتلقى الماء وتلقى القراء وتلقى العيون الغانمه اللي ما يبغى يبتل عليكم كلهم في بيشه منطقه ان بغيتها يعني تعتبر واحه وسط هذا الصحراء وهي يسمونها كما طلقوا عليها نجد الجنوب ومنطقة بن بسطة ومنطقة أما الجو أعتقد أنها يعني جوها معتدل لهو بذيك الحرارة الآن مع أنها هي الحقها شوي حر والله في النهار لكن هي نسبيا أفضل من الرياض ومن جدة كجو
لكن في الشتاء على مستوى في الشتاء والربيع انا انصحكم روحوا، وين ما تروحون هذه البلاد الحمد لله انك سعودي بطاقتك مخباك ودك سر ما حد يهرجك، خذها من حدود اليمن لحدود العراق، كلها بلادي، بلاد السعوديه كلها بلادي، ما حد له. والله يوفقنا وياكم اخواننا في الهاشتاج، نبغى يختارون مرشد سياحي من هو. يا سلام، تكفون تكفون، وش الجائزه يا معدنا؟ تكفون تكفون. والله شوف انا ارشح مع احترامي. وين الهاشتاج؟ وين الهاشتاج؟ ارشح منيف. ها منيف وبعده وبعده وبعده. انا بعده وقعت. الله يرضى قدرك، الله يرضى قدرك، الله يطول عمرك. حساس اشوف انا معزوم يوم السبت في حائل، ومن وصفك ودي امشي هالحين. ان شاء الله تبارك. تكفون اهل الجنوب، اهل الباحه، هو سبت العلاي وباشوت. يلا بالتوفيق. ما باقي نزل هاشتاج، لكن انا 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 رشحت منيف وكلكم ما قصرتوا جميل. انا رشح منيف، اوقع له. وانا رشحت منيف يا ابو مبارك. ابو عبد الله انت كنت مشغول في الجوال، انا اقول ابو كلنا عبد الرحمن تكلم عن حائل، انا معزوم السبت في حائل ما شاء الله، ومن وصف الرجال بغيت امشي هالحين. لا لا خليك البرنامج معنا. لا وصوفه زين، لكن والله ما الايام هذه صراحه يعني اللي يبي يتمشى عليه بالباحه وبها. صحيح والطايف البراد الان، والطايف البراد الان، والضباب والغيم والجو الزين في الجنوب صراحه. اما الجنوب نعمه يا اخواني، نعمه نعمه الان اللي بيصيف والحمد لله، ومن وما وطاعه رحمن وفي بلدك وعند قبائل انشرواكم، وين ما تروح في مد المملكه القريه انشرواكم، المضيف مفتوح والبيوت مشرعتن ابوابها، ويقول ارحب يا ضيف والله يحييك. كان في مشكله يا ابو طلال في ابها، يعني انت برضه احد المستثمرين في هذا المجال. نعم. كان اكبر مشكله تواجهنا، ما ادري انتهت ولا لا، هو السكن. نعم. الفنادق والوحدات المخدومه قليله والاسعار غاليه. أرب هذا السنة يعني المشكلة هذه يعني انحلت لو نسبيا؟ والله أتوقع أنها انحلت وأفضل، كل سنة أفضل من اللي قبلها، لأن المستثمرين ما شاء الله في ازدياد. فأنا أتكلم عن نفسي، سويت برج 9 أدوار في الخميس، بس تفاجأت أن فيه توسعة في الشارع فبعته. طبعا اللي هذا بياخذ طبعا فيه تعويض، سوينا واحد ثاني الآن، وفي غيري أشوف شباب ما شاء الله متحمسين مثلي وأحسن مني، شباب ما شاء الله بعضهم في الثلاثينات أربعينات، كلهم فنادق وشقق وشغالين، تعرف رواتبهم على 20-30، وبعضهم زوجته مثل 20-30، وتحصلهم شغالين في عدة شغلات، ما هو شغلة واحدة. الله يرزقهم. شفت الله يرزقهم. أعرف لك شباب انتشرت والآن زايدة، والأسعار أنا تو عيالي جايين من إيطاليا الآن. إيه. والله لو أعلم لك 4 أنفار كم ميزانيتهم ما تصدق. التاكسي بس 10 أيام والله ب 12,000 ريال، يتكلمون باليورو هناك ب 1200 في اليوم التاكسي مع السيارة، السكن ب 3000، الأشياء طائرة، وقالوا نفس الأشياء اللي موجودة اللي عندهم والله لا عندنا تقريبا، ما في فرق. وتدري كم الخسارة؟ 4 أنفار حوالي 80,000. أنا أروح الصيفية كاملة أنا وعيالي 10، والله ما تكلفنا 20,000، لأن أصلا ما حنا ناكل في بيوتنا، يوم عزيمة عند فلان، يوم صدق. زواج عند فلان صدق. يوم ذا أصلا ما تحصل والله العظيم أنك، ويمكن أنتم نفس مجربين الشغلة دي. أتكلم منطقة الجنوبية خاصة، الإنسان إذا له علاقة مثل شروة من عندي عزيمة عند فلان وفلان، أنك ما تدري من تروح، تعود تروح للأقرب من ناحية الرعم والشغلات هذه، ما نصرف. لكن يوم راح وجربتهم 4 أنفار إيطاليا، وطلعوا سويسرا، إيطاليا طبعاً وسويسرا زي الخرج والرياض، طلعوا لها بس مشاوير بسيطة والله حوالي 80,000 4 أنفار ميزانيتهم. أشهد إيه والله العظيم خسارة، بينما لو في أبها والله ما تكلفهم 8,000، وأصلاً سكن مجاني من هناك، علاقات أعرف لك الآن، جروبات الآن متماسكين من جميع قبائل المملكة ورايحين لأبها ذا الحين، ومع مجموعة مطاليق شروة من عندي يلفون عن ماس على تنومة على نجران على ذا، أعرفهم جروبات الآن، وهذولاك برضه إذا جل برد في الرياض يجوننا، يعني فيها الآن تكاتب بين أبناء الشعب الحمد لله، وترابط ووصل حتى الترابط على مستوى الخليج العربي الحمد لله. الآن قطر الكويت الخليج كله موجودين، كلهم هناك. نعم. الحزام أبها الآن يقول لك ميزانية أعتقد حدود 50 مليار
مدينة المنطقة الجنوبية من ضمنها السود. الهيئة الآن هيئة ملكية. هيئة ملكية. والآن في نزع ملكيات وتوسعة في الشوارع. أقول لك أنا طبعاً عايش في الرياض. كل سنة أجي أشوف أشياء جديدة. فنادق جديدة، شوارع جديدة. الحمد لله. حدائق جديدة، مواقع سياحية جديدة، حتى الخيول، الإبل بعد المزاينات وصلت إلى بيش، كل شيء تحصلها. الأشياء اللي موجودة في نجد وفي مناطق الخليج موجودة هناك. الحمد لله. ايش بغيت تضيف يا ابو عبد الرحمن؟ انا بغيت اضيف من اول قبل فتره لو احد قال واحد سافر خارج المملكه سافر الخارج نقول والله ما شاء الله عليه هذا راح يستانس وراح الماكن زين وراح بس هالحين والله ان ينقد على اللي يقول مسافر للتمشيه خارج المملكه ليه؟ لان المملكه الان صار فيها نقله نوعيه فنادق صار من اجمل الفنادق اماكن جميله في كل الاماكن يعني صارت الأمن الكل شيء أنا وش بيلي بدولة ثانية وأنا الله معطيني الأجواء عندي أجواء جميلة الفنادق عندي أروع الفنادق المطاعم عندي أروع المطاعم الأسواق عندي أنا وش بي والأمن والأمن أنا وش بي أنا وش بي الترفيه في كل زاوية والله إني الحين اللي يطلع خارج والله العظيم إني أنقد عليه تدري يعني. تدري أنا من أول أنا أعتقد لا نقول صراحة هذا أعتقد يعني ما ودي أعمم لكن أغلب اللي يطلعون الآن ترى ما هو يعني عشان بس الجو والخدمات لا قدها مظاهر قدها حنا في يصورون يقول حنا في باريس حنا في ايطاليا حنا مدري وين في جورجيا في البوسنة في اغلبهم قدها بس عشان ذا السنابه يعدي يضرب المشوار ويحجز التذاكر وبعض يمكن رايح دين لاجل يصور التصوير هذا مع ان بعد نقول بعض الدول يمكن ارخص في بعض الاسعار زي الفنادق لكن الان اعتقد ان بعد ما كثرت الشقق انها موجوده يعني انا لقيت في الباحه على 300 ريال لقيت على 200 ريال ولقيت في الباحه يعني موجود اللي تبي بغيت 50 نجوم وبغيت نجمتين الموجود اللي تبي صحيح اسال الله ان يعز هذا الدوله بالاسلام ويعزها بالطاعه ويحفظ ولاة امرنا ويحفظ تراحمنا ومحبتنا وتوادنا كمجتمع وكشعب السعوديه نعمه من انعم الله في هذا الكون الله يجعلها دائما سالمة غانمه لان حصن الاسلام والمسلمين الجماهير سمعتوا اخوانكم اللي تكلم عن نماص تنومة واللي تكلم عبد الرحمن وأبو صالح تكلم عن المدينة المنورة وأبو بجات تكلم عن حفر الباطن أبو علي تكلم عن الباحة وما جاورها أبو عبد الرحمن تكلم عن حايل وأبو طلال تكلم عن أبها البهية ونقول اختاروا من هو المرشد السياحي من هؤلاء أو من هو اللي أقنعكم وكم تروحوا تمشون ذا الحين أخاف يردون يقول والله ما قنعتونا بغينا نتمشى بطل والله احتمال كبير احتمال كبير اختصرت لذة الحياة يعني أكل وجو زين لا جملت أنت فاختصرنا أقول جملت بيشة ودي أتكلم عنها أتكلم ما دامك من أهل بيشة تفضل يا أبو طلال تفضل أقول بيشة السمن التمر سد الملك فهد هذا يعتبر من أكبر السدود على مستوى الشرق الأوسط صدقت أبناء بيشة صراحة بدون مجاملة يتميزون بحب الضيف كعادتهم من أبناء المملكة ما عليكم زود فيهم كرم تضيفت عند بن جلوي تضيفت عند اشتاهل. مجموعة مطاليق شرواك هناك لكن برضه موقف البيشي الأكلبي اللي يوم أنقذ ثلاثة أشخاص الله وضحب ماله دغش حياته نعم. دغش. نعم. هذا الرجل مثل أهل بيشة خير تمثيل كلهم ذاك الرجل أهل كلهم أهل كرم ووفا ومروة ونما وبشرك الشيء ولا تواجد تعال صيف ويوم صيفين الشيء ولا تواجد اي والله كل بونا ذا الحين بعد عايض معنا شيء ولا اي والله ندور بس الواحد ننتقل بس فيها انتم تعالوا بس تذكرت قصيده يا طويل العمر اسلم لمناحي ابو شعرتين الواهبي اسلم يقول كل شيء يفنى يكون الردى ولا الجميل يا سلام هذه الثنتين تبقى على مر الحياه الخطا والصح ما هو حبر الله مزيل ينطبع في القلب لما انطبع ما شيء محاه ودي اكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل اتحمل كسر عظمي ولا منة عطاه من تحرى فزعة الضيق من راس الذليل مثل من يبغى المغاير من صم الحصاه والولد لمصلح الله فلا مثله مثيل كود من حصل بعد شدة الفقر الغناء ما يعوض في الولد لا كثير ولا قليل الولد فتحة نظر والده ولا عماه يوجع الرجال ست ما شفت لها مثيل توجع الرجل وتوصله لقصة منتهى العدم وظروف الأيام المال القليل دفق دم الورج يرجع لزومه ما قضاه والسلاح لا قربه مني لين الدنيا والحمية لا فقدها القريب من قربه أنا أشهد بالله اندغش الأكل بهذا إنه مثل أبناء المملكة خير تمثيل ضحى ماله وضحى بنفسه وبكل شيء
وكلنا شفنا كم قاعد يقاوم وباحترافية. أتحدى لو يجيبون السواقين عالميين حتى اللي اخترعوا نفس الشاول انهم يسوون سواقه. بغى يطفى لاحظناه كم مرة، لكن الرجل كان متماسك في شجاعة. الرجل بطل 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 بكل معنى. أنا أتمنى الله يتكرمه ما دامك من العيال بطل عندي، أتمنى كرمه. الله يجعل والديك في الجنة. أخواني وأهلي وابي يستاهل والمطاليق ذولا وبشر كرموها أول ما كرموها قبائله. سلمت. ثم كرموها المحيطين به، ثم كرموها إشحران ما قصروا، ثم كرموها رجال أعمال في جميع مناطق المملكة، والطيب كل يحبه. أنا أقول في أحد المقاطع قلت الطيبين ترى من قبيلة واحدة. صحيح. ترى الطيب تلقى يحب الطيب، والكريم يحب الكريم، والونعم يحب الونعم، والشجيع يحب الشجيع، والرخمة يحب الرخمة. صحيح. يورا نشكالها على تقع على بس كلهم قليل والله العظيم. صحيح. ها وشفت لك الخمة يحب جيد؟ لا لا ولا جيد يحب الخمة؟ لا. أما عايض فالله يبيض وجهه، جملنا وجمل نفسه ولا يبغى ريبتن عليه. وعشان كذا احنا نقول خذوا راحتكم، تعالوا صيفوا كلوا من التمر وتركوا الباقي على الشياول الموجودة والدنات موجودة. ترى كلهم أبناء المملكة. ذاك الرجل إذا حق عود نعود ما يقصرون، يضحون بمالهم وبحياتهم. شفناهم في الدفاع المدني يوم يطفون الحريق، شفنا شباب كثير سووا الهوايل على اساس ينقذون الاشخاص. وعبد الله الله لا يهلك تكلم. ذكر قدام شيخ قصيده الشاعر متمكن رحمه الله عليه، وما اسمع عنه عن قصايده من هالبيشه طبعا. شعرتين كان تحفظ له شيء فاطلبك انه يجيب شاعر. هذا ما شاء الله تقول سعد بن جدعان الثاني. عندنا واحد ثاني حوله اذا تبغون. قصيده قويه هذه الاولى. تبغون من قصايد الثاني الحوله؟ تفضل. يقول بركات الشريف: يا مرقب بالصبح نطيت راقيك، ما واحد قبلي خبرته تعلاك، وليت يا ذا الدهر مكثر بلاويك، الله يزودنا السلامه من اتلاك، يا مالك اسمع اجابتي يوم بوصيك، من وصيه والد طامع فيك، احفظ دبش كل عين الناس تغنيك، واللي الى بال الخلل فيك يرفاك، واعرف ترى مكه ولاها ابن اخيك، لو تطلب 5 دنانير معطاك، ولا نويت بطاري احذر تعلم طاريك، كم واحد نتيبه العرف واغواك، واحذر عن طد المكفي حذاريك، عليك بالمقبل وخل ما تعداك، ورفيقك اللي بالموده مواليك، انصه لمقاضات الغرض قبل ينصاك، مثل الأكل بهذا اللي يقول رفيق اللي بالمودة همواليك، انصى لمقاضاة الغرض قبل ينصاك، أم تجود بواحد جايد فيك ولا تردى والملام هتعداك، ود بولدك إن كان تبغاه يشفيك، ولو زعلت أمه لا تخليه يرهاك، ولا تنسدح يا ابني وتبغاني يعطيك جميع ما يكفيك ما حصل ذاك. وهي طويلة ولا أبغى أطول عليك. جملت الرجال طلب أبو شعرتين لكن أعطاك الشريف ما قصر الرجال. جملت كلهم شعار وريجل وافين والكلام الطيب ما يستغرب من جميع ابناء هذا الجزيره العربيه. صحيح. ما صحيح. الطيب وزع الحمد لله، كل الخذ قسمه في الطيب والمرجله والشعر والادب والنخوه. الحمد لله اللي يقول حنا حزن الطيب الحالنا والامجاد وتركنا الناس هذا غبي وظالم الحظ. الله الله ما في شيء. الاعداد عندنا مجهزين كذا مقطع عن السياحه، خلونا نشوفها. ما شاء الله. نشكر الاخ المصور محمد آل شبيب على 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 هذه الصور، ورونا اياها نشوف. مفروض ما نشكره اني نشوف الصور، يمكن ما تعجبنا. هات الصور نشوف. روح يا ولد، عطنا اللي عندك. فيها عرضه؟ لا يا ما بك على العرضه يا خلاص خربت. سبحانك الله. اخاف ابو علي يشوف الصور الحين اللي فيها يمكن صور من الباحه والبشاير وما يروح يخلينا على طول. لا طوال ممنوع خلاص على خط الريل. على خط الريل لا تعاين في الصور انت. ما ندري والله الصور من اي مدينه، لكن والله ما اعتقد يا ابو جاد فيها حفر الباطل. ما اعتقد. نعم سباق حماسي والفن هو الأساس.
كل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي قولي ليك كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري أحسنت أخوي محمد وأحسنت أخوي حسن على هذه الصور وهي من جميع مناطق المملكة شفنا من العلا وشفنا من الجنوب وشفنا من الشمال يعطيكم العافية كان بودي لو أنكم خليتوا خلفية صوتية على هذه الصور أبا أشوف ترتيبه أحد الهازيج أو الفلكلور السعودي أحسن منوع كان أفضل لأن الصورة مع 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 تراثنا في والمملكة كل منطقة فيها فلكلور وفيها أو منشدين جميلين رائعين ولكن يعطيك العافية وأخونا محمد يعطيه العافية ما قصرتوا والله يبيض وجهكم جميعا ودي أذكر أخواني المتابعين بهذه المبادرة اللي إحنا قائمين عليها واللي أدري أنكم حريصين عليها مثل ما إحنا حريصين وهو بإذن الله تعالى إتمام هذا الوقف المبارك وقف الأيتام بمكة المكرمة والآن على الشاشة تشوفون أرقام الحساب وندعو أنفسنا وندعوكم إخواني من باب الدال على الخير كفاعله إلى أن تقدموا ما ينفعكم عند مولاكم المال مال الله والله اللي يعطي والله اللي يغني والله اللي يهبنا ما نحن فيه من نعم ويختبرنا في قليل من هذا المال يعطينا الكثير ويختبرنا في قليل أنك تبرع به لإخوانك وتعلمون أجر الإنفاق وخاصة على اليتامى والصدقة تطفئ غضب الرب والمؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقته ومن السبع لظلهم الله ومن ظله رجل تصدق حتى لا تعلم يمينه بما يسار بما أنفقت يمينه وكما قال صلى الله عليه وسلم والصدقة يا إخواني والله جربناها وجربتوها أنتوا إنها بركة في المال وبركة في الصحة وبركة في الذرية وبركة في الزوجة وبإذن الله تعالى إنها باب لكل خير فانفقوا يا إخواني الله يختبركم بهذه الأموال ويختبرنا في هذه الأوقاف اللي هي ترها شالة عنا حمل ترى اليتيم والمحتاج والمسكين والفقير عليه لمن شرها في هذا المجتمع لأننا المجتمع العربي والمجتمع المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وهذا اليتيم ولا هذا الفقير ولا هذا المحتاج هو منا من أبنائنا من أبناء الشعب الكريم فيحتاج منا وقفة وهذه الأوقاف والجمعيات الحمد لله اللي سخرها الله لنا تدفي عنا هذا الحمل ومصرحة من الدولة وتحت النظام وتحت المراقبة وفي دولتنا بشركم الآن من أفضل الدول في الحوكمة وفي المراقبة أموالكم إن شاء الله أنها في مكان الصحيح وأنت جالس الآن خذ جوالك وخلال خمس دقائق خلال يمكن ما خمس دقائق واجد يمكن خلال دقيقة حول ما تجد به نفسك السهم ب 150 ريال وفي سهم 300 ريال والله ما هي بشيء يا أخواني والله ما هي بشيء والله يضاعف لمن يشاء والوقف في مكة المكرمة ومكة المكرمة كما تعلمون أن الأعمال فيها مضاعفة الصلاة في الحرم المكي الشريف 100,000 صلاة وقال العلماء أن جميع الأعمال الصالحة في مكة أيضا بإذن الله تعالى وبفضل الله تضاعف مثل الصلاة فاللي يتصدق في مكة ويوقف في مكة أجره مضاعف إلى 100,000 ضعف والله يضاعف لمن يشاء والله تعالى يقبض صدقاتكم يربيه لكم كما تربون الفلوة تأتون يوم القيامة تلقونها مثل جبال السروات ما تدري من أين جات من 100 ريال ولا 50 ريال مسكت جوالك في لحظة ما حد يدري عنك إلا الله تعالى وارسلتها الجمعية أيتام ولا جمعية فقراء ولا جمعية محتاج ولا إحنا يسرنا لكم ودليناكم على أحد الجمعيات اللي نثق فيها واللي مصرحت لها الدولة وهذه أرقام حساباتها الرسمية قدموا لأنفسكم ما ينفعكم وش تقول أخوي عبد الرحمن في مثل هذه الأوقاف والله وش الله يزخنك فتحت لي مجال أتكلم خصوصا تفضل في اليتيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكان في اليتيم كهاتين في الجنة الله وكما أشار عليه الصلاة والسلام فأنت لما تتأمل أن العبد في ظل صدقته يوم القيامة بيتك تجي تحط لك موقف لسيارتك تتفنن في المظلة على أساس سيارتك ما يجيها أي حرارة صدق. أو تتغير بويتها أو دنياها أو أمورها فكذلك يوم القيامة من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الله أكبر فأنت الآن طلع الجوال أنت تقول خمس دقائق دقيقة واجد 40 ثانية صدق. هذا التكنولوجيا عجيبة جداً صرت ما حد يدري عنك تطلع جوالك تنفق والله ما يحسبونك تلعب جوالك على الواتساب ولا وانت قاعد تتعامل مع رب كريم سبحانه الحمد لله التوجيه الرباني هو اعظم توجيه الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله طيب يا ربي انفقت
وعطيت عشان هالآية، أعطاك آية بعدها قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله يخلف عليكم. وهو خير الرازقين. نعم. خير المنعمين، خير المكرمين سبحانه جل في علاه. حنا نتعامل مع رب العظيم سبحانه. لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما فيه وعره ولا بحر ما فيه قعره. المال اللي يعطاك يا الله أرنه من نفسك خير. طلع شيء يوم تلقى الله يوم القيامة إلا أن تجد جبال من الحسنات. سبحان الله. أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه أبو الدرداء كان فيه رجل له نخلة داخلة على أيتام. إيه. فكان اليتيم هذا يشكو الرجل هذا لرسول الله. دخل عليه قال يا أخي دخلت دخل علي بيعها لي عيا. قال طيب يا أخي عطني إياها عيا. فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. سبحان الله. يوم وصل للنبي فقال للنبي هذا الرجل أتبيعها؟ قال لا يا رسول الله ماني بايع. الله. قال طيب أعطه لك نخلة في الجنة. قال ماني معطي. لله حكمة. ماني معطي. سمع واحد من الصحابة الكلام هذا نخلة في الجنة وعنده بستان عظيم، بستان كل أهل المدينة يعرفونه. فراح الرجل فاوض على طول. سمع فيها نخلة في الجنة. يا سلام. قال بروح فاوض على طول ما في ماني منتظر. فراح يفاوض. يفاوض بإيش؟ كم نخلة؟ كم مال؟ راح يفاوض بالبستان حقه كله. كله. كل البستان. يا سلام. تعرف بستان يا فلان؟ قال لي. قال تبيعني بالنخلة؟ قال بعتك. لا إله إلا الله. قال يا رسول الله. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله أما أن يعني شريت النخلة دي وعطيتها فلان لي نخلة في الجنة؟ قال لا ما لك نخلة لك أعظم. الله. لك بساتين. الله. في يذهب هذا الرجل لزوجته يقول اخرجي ما عندنا ملك. قالت بعتها. قال لي قال بما؟ قال بنخلة بالجنة. قالت ربح البيع. يا سلام. شوف المرأة والله العظيم إنك كسبان. شوف لذلك أعظم تجارة اللي هي مع الله. الله أكبر. أبي الدحداح أعظم تجارة اللي مع الله لن تبور والله ما فيها خسارة. ختام الكلام شوف شوف عظيم جود الله وكرم الله وعطاء الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله أكبر. باختصار أن الريال هذا اللي تنفقه تأتي يوم القيامة هو 700 ريال. النبي عليه الصلاة والسلام ايش يقول القائم على الأرملة؟ الأرملة هم واتبوهم وحالتهم حالة كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. الله. شوف الأجر العظيم. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب حلال. يقول شوف لو ما تخرج من الحديث هذا إلا بهذه الكلمة قال فإن الله يتقبلها بيمينه. الله. يكفيك إن الله يأخذها بيمينه بس. الله أكبر. قال فيربيها كما يربي أحدكم فلوه اللي هو المهر الصغير. نعم. قال حتى تصبح كالجبل كما ذكرت. فالله الله جوده مما جاد الله عليكم به. لا تكون بخيل مع الله. حنا أمس يا شيخ عبد الرحمن كلامك والله ما يمل ما شاء الله تبارك الله. اقترحنا اقتراح احنا قد طبقناه في جدة في كذا احتفال. كنا الناس الآن اللي يكرمون بعض سواء شعراء ولا في الاحتفالات يكرمونهم بشوت ولا بسيوف ولا بغيره. حنا جبنا أفضل من البشت والسيف اللي هو تكرمهم بأسهم وقفية. يا سلام. يعني وفتحنا المجال الآن يمكن إذا المعد جاهز أو بكرة إن شاء الله نطبقها يا حسن إن نبدأ نفتح المجال للإهداءات. اللي يبغى يهدي الوالده، اللي يبغى يهدي زميله، اللي يبغى يهدي لصديقه، اللي يبغى يهدي لمعلمه، اللي يبغى يهدي لأي شخص قدم إليه معروفة، فهذه يا أخواني والله إنها أفضل وأنبل وأجل هدية تقدمها. تهديه سهم وقفي في مكة المكرمة. والوقف كما تعلمون انه خير دائم غير منقطع حتى بعد موتك. تموت انت والحسنات شغال، العداد شغال وانت في قبرك، في قبرك في هذاك الضيق ولي حسنات تجيك، نور يجيك ما تدري منين هو من الوقف ذا ابو 150 ريال اللي حطيته في مكه ونسيته. ترى انا انفق وننسى يا اخواني. لو اقول ميت بعضكم الان شنفقت خلال اسبوع يمكن ما تحصونها. ترى ما الله ما يضيع شيء يا اخوان. الله ما يضيع شيء. وترى هذه في المواقف هذه يبينون الناس اللي أقرب إلى الله، يبينون الناس اللي موفقهم الله تعالى. ترى حتى الحسنة هو الصدقة توفيق من الله تعالى. ويبينون بيضان وجيه بعض الناس الموفق لما ندعوه الرجل للخير قالوا يا رجال هذا باب صدقة، هذا باب علم الغانم، ينفعك في الدنيا ينفعك في الآخرة، يصلح بالله ذريتك، يشافي بالله مريضك، يقول داو مراكم بالصدقة. قال بشروبي على طول نقز أول واحد قالوا هذه 100 ريال، هذه 50 ريال، هذه 500، ما يبلنا حطها لنفسك أنت. وبعض الناس لا يقعد يبرك عليه الشيطان يقعد يزل يقول انتظر شوي شوي ما هو بالآن، خليك لين تمشي انتهي البرنامج ولا اصبر لين تجي الصرافة. من يوم تخر أي طاعة
اي طاعه تدخل بليس. من يوم تفتح المجال للشيطان يخرك عنها ترك ما عاد بتسويها. انشدوا مجرب وانتم جربتوا صحيح. لاخرك هو ما يقول ميتك ترى الشيطان ما يجينا يقول لا تتصدقون ما يقدر يدري انك بتنكر الكلام هذا نفس المؤمنه بتنكر لكن كيف يجي مداخل عيني يقول يا رجال ولا يجيك مثل بعضهم يهرج ولا بعض الناس يتفلسف يهرج في الجمعيات ولا يهرج في الاوقاف هذه في ناس نسال الله العفو والعافيه مثل ما في مفاتيح للخير مغاليق للشر ترى في مفاتيح للشر مغاليق للخير علموني واحد ينقز يلقط جوالهم يتكلم على الجمعيات ويقول ميد الناس لا تصدقون هو ذا على حق اخواني هذا غادي مسكين مسكين من محرومين اخواني الجمعيات هذه والاوقاف جعل ربي يكثرها والله العظيم يا اخواني ان يوميا نرى ونحضر احتفالات وشنتج عنها سادين في يتيم سادين في ارمله وسادين في مطلقه وسادين في مسكين ويحفظون القران ويبنون بيوت للمحتاجين وعلوم كلها غانمه يا اخواني ويسوون الماء في الحرمين كنا في الحج شفناهم سقي الماء الاوقاف هذه الجمعيات هذه ما 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 نستغني عنها ابدا لانها سادت لنا ثغر كبير يا اخواني فقدموا لانفسكم احنا والله ان بس نعلم ان الدال على الخير كفاعله ومن سن سنه حسنه فله اجر واجر من اتبعها احنا الان ندلكم بس ترى ما نبغى في هذا الكلام الا اجر الدلاله احنا مثل ذاك اللي على الخط والعرب كلهم رايحين يبغون جده ويخلون خط جده ويروحون على الخط القصيم ويجي واحد يدل يقول يا ولد هذا خط جده عنه اللي بيطيعنا بيوصل واللي ما هو طايعنا بيروح يخوع عليه دون القصيم وحايل المزيع ودناكس مره ثانيه لان يا اخواني ما فيه الا قال الله وقال رسوله اللهم صل وبعدين محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وكما قال ما نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده والله اني اعرف تجار انا سويت مع تجار كثير لقاءات في حساباتي الخاصه وبعض المتابعين يتابعني يعني من ضمنهم الشيخ عبد الله العذيم ونعم ذيك اللحيه والشيخ احمد عبيكان وبن سمار ومجموعه من المشايخ ورجال الاعمال والله وعبد المحسن الراجحي والله يا اخواني كلهم اتفقوا اني اقول وش السر هذا يا اخوي انتم كيف لايمتوا الميلان هذه او كيف حتى يوم وضعتوها تربت معكم وزادت كلهم اجمعوا علي انها من الصدقه اللي يقول والله يا ابو عبد الله زي الشيخ احمد العبيكان يقول وقفت 20% ما ادري 10% وموصي عيالي فيها من يوم بدينا شغلنا هذا هذه ما نهرج فيها ولا نتكلم فيها انا ولا عيالي على طول تذهب الى الدعم وكل الان رجال الاعمال لو تلاحظون زي الراجح زي الرواجح وزي الجميع عندنا في جده وزي تلقون كل واحد حاط له مؤسسه وقفيه تبذل مال ليش حطوها الرجال ذولا تراهم يعلمون مثل ما نعلم لكن لانهم جربوا وذاقوا بركه الصدقه وبركه الانفاق في اموالهم ثم في ميلانهم ثم في حفظ الله لهم وحفظ الله لذرياتهم يا اخواني فلا تحرمون انفسكم كان عندك اضافه يا ابو بجاد ايش تقول ولا خل ابو صالح اسمح لي ابو صالح تفضل ابو صالح انا اقول ما توفيق الا من وفق الله يا اخواني صحيح. الله يا اخي خلقك من عدم الى وجود ورزقك واحياك وجعل الله سبحانه وتعالى الارض امشوا في مناكبها لا اله الا الله وبعدين في رجال اللي يخدمونك في رجال يخدمونك ما شاء الله بهالوقت يعني مخلينا اشغالهم وعيالهم وكل شيء ويذكرون ويشكرون المهم انت سلم فلوسك وابشر بالخير لا يقوم يثبطك الشيطان الشيطان يقول خله بكره لا يجي خله النهار الثاني ما تدري الا الوقف منتهي والله ان الوقفات والله ان ما عاد يمديني ايه ما يمديك ليش تاخر يا اخوي يا اخي ما دام ان الله سبحانه وتعالى اعطاك مال واعطاك ربع العشر مثل هذه الزكاه واعطاك ارزاق ابذل بيتك الشيخ ابن باز رحمه الله يقول قال مثلا انت قدامك خراب مثل بيت خرب مثلا ومعك كشاف وتبي تدخل هذا البيت وش رايك تبي تدخل قدام انت كشف قدام ولا تكشف ورا قال له والله كشف قدام يعني عن الهوام وعن الطريق اللي مثل في خطر قال قدم قدام ما دام تقدر اليوم تقدر يا اخوي وبكره تراك ما تقدر على شيء سلامة الجميع الله يسلمكم ويعافيكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا شيخ حسن ما حد يقوم أفتيكم ما حد يقوم ما شاء الله ما شاء الله سلمك يا رحمة كيف ما حد يقوم تدخل عينه ولا أقوم يسلم عليك ليش والله ما يبقى الرأي الله يرفع قدرك الله يرفعك يا مرحبا حياك الله يرفع قدرك الله يحييك تسلم والله تسلم والله خير حال هلا يا شيخ الله يحييك مرحبا حي عسكري الله يحييك يا اخوي مرحبا يا شيخ الله يحييك يا مرحبا الله يحييك الله يحييك شيخ حسن الله يحييك طيب قطعنا حديثكم والله كيف حال الشيخ الله يرحمه طيب ان شاء الله اخبارك الله يرفع قدرك يا هلا والله الله يرفع قدرك يا وجوهكم يا هلا فرصنا نراكم ونسمعك يا هلا بالشيخ يا هلا بشوفك طيب كيف الحال اخباركم طيبين طيب طيب اين اجلس ايها الشيخ دقيقه يلا حي الله يسلمك تفضل ناقش تعال عند ابو علي تفضل ما شاء الله والله يا ابو علي والله حياك الله استاذ حياك الله شيخ حسين كيف حالك عساك طيب نحمد الله وشلونك نشكره حمد واخباركم
نحمد الله ونشكر. كلكم طيبين طيبين الحمد لله طاف الله يعافيكم يسلمكم الله. يقول جزا الله الطريق اليكم خير وان كنا تعبنا في الطريق لكن ما دام امامنا هذا الوجوه الله ينفع بكم الاسلام والمسلمين ان شاء الله. جزاك الله خير. افتح الجروب يا حسن. حسن افتح الجروب. افتح الجروب. افتح افتح الجروب. تفضل يا ابو صالح. خلصت يا ابو صالح قطعنا كلامك. تفضل. خلص الحمد لله. المهم تغانم ما دام تقدر. ترك بكره ما انت قادر وابذل. ترى لابد يوم من الايام الوقف ان شاء الله ينتهي وفازوا به الناس الاولين. اما انت يا التالي هذا سلط الله عليك الشيطان وانثبرت ولا بذلت شيء. والله اني اعرف يا اخواني نساء حاله عليهن الصدقه والله انها تبيع جو شو اسمه بنقرتها وذهبها وانها تصدق. وهذا من توفيق الانسان توفيق الله الحي القيوم لهذا الانسان. يا اخي ما دام تقدر ترك بكره ما انت مسوي شيء ولا انت فاعلين شيء. بكره تروح كل ما على الارض كل ما على الارض تراب كل ما على التراب وتراب ومنتهي كل شيء. اما انك يا اخي تاخر ويثبتك الشيطان يقول بكره ولا الوقف ترى ما انت صبليها الحين. لا والله ان شاء الله يبي خلص باذن الله وياتي وقف ثاني وتبي تصير محروم. المحروم يا اخواني من حرم الصدقه صدق. والصدقه هي صدق لله سبحانه وتعالى. سلامه الجميع يا اخواني. سلمت وابشرك يا ابو صالح ما عمرنا من يوم خلقنا الله سمعنا في وقف ما كمل. ابشركم فضل الله كل وقف كملت. وابشركم فضل الله الجمعيات شغاله. وابشركم فضل الله ان المنفقين والمتصدقين ما ينقطعون من هذا المجتمع. ايش تقول يا ابو بجاد؟ انا اقول اول شيء الصدقه هي اللي تبقى لك من مالك. المال اما تاكله وتفنيه او تلبس وتبليه او يكون بعد موتك للورثه الا ما تقدمه بين يديك يوم القيامه من صدق. اذكر قصه حصلت لاخوي. تفضل. بمناسبه الوقت. هذا واحد من اخواني توفي الله يرحمه. قبل لا يتوفى ابو عبد الله من اخواني بشهر كان مودي عياله المكان يعني في مجمع وفيها العاب للاطفال. ورايح بيلعبهم بالمجمع هذا ولقى جمعيه الايتام عندنا حاطين لهم زي الكشك يستقبلون فيها اوقاف وصدقات. ما شاء الله وفق. سبحان الله. هو يجي يسالهم ويتصدق بوقف حط له وقف. سبحان الله حطه في 16/8 الظاهر او 15/8 وقدر الله عليه في 14 او 15/9 الحادث شهر بعد الوقف اللي وقف ذا جاء الشهر. واحنا في العزاء جانا صاحب الجمعيه ذي لانه من الشباب اصحابنا وجاي يعزي فقال لي لا تحزن ويمكن والله شاهدنا الان يسمع القصه. قال لا تحزن والله انه قبل شهر جاي يلعب عياله في الالعاب اللي في المجمع الفلاني وانه يوم لقانا في الكشك وعالم عن الوقف انه قدم لنفسه وقف في حياته. ما شاء الله. والان يا اخواني من العام 37 الى اليوم الوقف شغال والرجل في القبر. الله اكبر. لا اله الا الله. يا الله لك. قدم لنفسه وفق له. فانا اقول لاخواني ما بينك وبين الله عقد انك ستموت باليوم الفلاني. فقدم لنفسك مثل ما قدم هذا الشخص. قدم لنفسك يا اخي. الان هو له كم حول 9 أو 8 سنين في قبره والوقف شغال الى اليوم. الحمد لله. الى اليوم شغال والله الحمد لله. الحمد الله يتقبل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ايه. له وقف الى اليوم جاري. صحيح. له حساب في البنك من اول يقولون موجود لحد الان. الى الان عثمان بن عفان شوف اتكلم عن قبل كم انت؟ عن 8 سنين. انا اتكلم عن عثمان 1400 سنة. 1400 سنة. او اكثر. وقفه الى الان يجري. واول سهم يشارك في الحرمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. الله اكبر. وش السر؟ السر انهم قدموا بين يدي الله. صح. شوف تامل ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كانت المنافسه معهم؟ منافسه شريفه. يامر النبي عليه الصلاه والسلام ذاك اليوم بالصدقه. فيقول عمر والله لا اسبق اليوم ابو بكر. الله ما هو بسابقني اليوم. كانت السباق عليه على شيء يحبه الله. صح. الله يحب الكريم الكريم الكرم اللي تجود به على عباد الله جل وعلا. صار المحتاج مو باليتيم انت. صدقت. انك تبغى تنجو من عذاب الله. في روح عمر بالفعل يسبق ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. صادق. فياتي عمر رضي الله عنه وارضاه ومعه نصف ماله. نصف ترى يحسب النبي يفوز عليه. النصف ترى واجد. اي بالله. فيضعه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. الله. فيساله رسول الله يقول يا عمر ما تركت لاهلك؟ يقول تركت لهم النصف يا رسول الله. لا. سكت الرسول عليه الصلاه والسلام. يدخل عبد الله بن ابي قحافه ابو بكر الصديق رضي الله عنه معه ماله كله.
لا اله الا الله. شوف كيف يعني شوف الفرق. ترك الدنيا وما عليها يدخل مع ماله كله فيساله النبي يقول يا ابو بكر ما تركت لاهلك؟ يقول تركت لهم الله ورسوله. ونعم ما ترك هذا ما قلت مع مالك كله ولا ونعم ما ترك ما شاء الله. انا اقول قد طلعت ال 500 لله هذه 500 اللي قد طلعتها. احنا دائما نجي لنا ننفق وش ننفق به؟ الهلل اللي باقي معنا من فاس ما نبي. اشوف بعض الناس عند المسجد لا طالع لقى واحد اي شيء قاعد يدور ريال اذا ما لقى ريال قال بصرف وجهك وجه الله بتعطي الخمسه ولا العشره وجه الله يروح يبيع بنزين ب 20 ريال عشان يصرف. ابو بكر عمر قال عمر قال والله ما قال والله ما اسبق ابو بكر بعد اليوم خلاص فاز ما بشي. ابو بكر عمر لهم موقف ثاني في خلافه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. كان ابو بكر في الليل يطلع الصحابه ما يشوفونه نايمين في امراه كذا برا المدينه شوي كفيفة ما ترى وعندها أيتام فكان يقوم على شؤونها ويطبخ لها ويخلص ويمشي أبو بكر ما كانت تعرف عند الخليفة. إلى يوم من الأيام توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله شف أتقن العمل فكمل عمر بعده فعمر فعل مثل ما فعل أبو بكر لكن المرأة كأنها لاحظت شيء متغير شف حتى من الواحد حتى لا أنفق يعني يخرج أطيب ما عنده. فعمر رضي الله عنه وارضاه تسأل المرأة تقول يا هذا أو مات صاحبك؟ الله قالت ايش دراك؟ عمر يعني يقول ما يدري قالت كان يعطيني التمرة بدون نواه وأنت تعطيني إياها فيها نواه. الله أكبر شوف من الإتقان في الإنفاق. وحنا اليوم يلا نطلع ريال ولا خمسة يا رجال تنقص عندي مشوار وعندي بيعوضك الله بيخلف عليك الله انس رزقك عند الله. ابشرك يا عبد الرحمن ان 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 هذا المجتمع مجتمع الصدقه والعلم الغانم الحمد لله والله يفتحنا مره اتصالات يكثر اللي يتبرعون انهم حريمين ما عندهم حتى وظائف وبعض الكبار السن اللي ما عندها يمكن الا اللي يجيها كساوي من عيالها. وانا اذكر تذكر يا ابو عبد الرحمن ذا اللي تبرع انت معنا تبرع يقول والله ما في حسابي الا 30 ريال واحد يقول انا اللي في حسابي 30 ريال واعطيت الله ورسوله ما في الا 30 ريال كله يقول تبرع بها. اخوي ابو طلال سلمت وش تقول لرجال الاعمال بما انك منهم الله يطول وهل قد رايت ثمره الصدقه في مالك في تجارتك؟ والله الوالد انا من الوالد رحمه الله بس يقول الوالد رحمه الله عليه الله يرحمه يقول والله ما اسوي خير الا وربي يعوضني بداله يعوضني بداله نعم. اكثر ويقول دائما معلق لوحه الوالد عنده حتى حفظتها منه كان يهتم في الاشياء. يقول ليس للمرء دارا بعد الموت يسكنها الا الذي كان قبل الموت بانيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها. ويقول داووا مرضاكم بالصدقه. واذكر احدى القصص هذه وقعت في الأحساء. يقول لك رجل تبرع بأطيب نياقة العائلة أيتام أبوهم توفى وكانوا يحلبون من هالأيتام. سبحان الله صدفة هذا الرجل دخل له في غار وغمى عليه وطاح وعياله دوروه ما حصلوه. المهم أثناء وهو في الغار يقول كل يوم يجيني سحلة حليب يقول والله طعمها مثل الناقة ذي اللي أعطيت ذول الجيران. يقول كل يوم مدة 15 يوم ويوم جاء بعد 15 يوم سبحان الله لو ريقه يوم نشف وإنه يصحى وجاء توقف ويوم صحى ويطلع من الغار ويروح لأهله وينك دور ناقة؟ يوم أول ما دخل ولا الناقة قد هي في الحوش عنده قالوا يطالع فيهم يا عيالي إيش سويتوا بعدي؟ قالوا والله أخونا فلان خذ ناقة كلي من فلان. قال لا لا أول شيء رجعوها لا لفلان رجعوها والله ما أنقذني بعد الله اللهي. قصة ثانية يقول لك إمام مسجد تحلم 3 مرات إن فلان في الجنة. يقولون رجل ما فيه مواري الصالحين ولا فيه شيء ورجال يعني ما يعني مقصر في حياته عنده تقصير تقصير كثير حتى ما يروح المسجد إلا نادرا ومقصر في بعض الأمور يعني. والمهم ويتحلم 3 ويقوم يروح الإمام قال أسألك بالله وإيش سويت؟ علمنا وش الخبيئة اللي انت مع ربك. انا تعلم يقول 3 ايام بشر فلان يقول وانا اعرفه فلان ابن فلان في الجنة. يقول ويجي الرجال هذا قال والله اذا سألتني بالله جيراننا توفى ابوهم وانا ما عندي عيال والحالي وقمت اقسم راتبي. الرجال موظف يقول والله اني اقسمه نصين بيني وبينهم من يوم مات ابوهم الان 3 سنوات هذا علم الغانم. يقول والله العظيم اني من خير في خير وصحه واموري طيبه والله مبارك لي هذا ولا ودي اني قلتها لك لكن تحديتني. يقولها للامام ولا حبيت الا اساس الناس يتعظون. قال اجل هذا عملك اللي وداك الجنه وان شاء الله انك من اهل الجنه.
وساروا الجيران والناس كلهم يحبون هذا الرجل وصار معروف عندهم في المنطقة. وقال نفس الرجل هذا أنا أبغاه لله ما أبغاك تنشر بس قول إن شاء الله أن فلان خير وبس. فهذه من ضمن القصص. سلامتكم. تفضل أبو جاد. كيف في قول الله عز وجل قدموا بين يدي نجواكم صدق، يعني إذا بغيت تدعو الله عز وجل تصدق في دعوك لله. من أسباب قبول الدعوة يا شيخ الصدق. السهم نذكر أن السهم قيمته 350 ولا لا يا حسن؟ أنا الظاهر قلت 150. نعم 350 عنك وعن أبنائك وعن والديك. الله. وأنا تبرعت بأقل ما في مانع، أنت واستطاعتك. يمكن بعض الناس ما يقدر 300، أنت تبرعت بمئة بمئتين بخمسين بعشر ريال، ما الحساب لا يردك وسوي التحويل وعند الله سبحانه يضاعفها لك. ربما ذا اللي ما هو بربما لا أكيد اللي يتصدق هذا وهو راس مال 2000 يتصدق بمئة ريال أطيب من اللي يتصدق بعشر آلاف وهو عنده 10 مليون في الحساب. صحيح. هذا أفضل لأن هذا ما عندي شيء. أبو عبد الرحمن خابرك إذا أعطيتنا قصص عن الصدقة. إلا بس يوم من الأيام والله الموقف هذا بعلمكم فيها وصاير إن أنا النقاش صار بيني وبين واحد. إحنا جالسين إحنا ثلاثة ريجي جالسين عند رجال في حوش بيته. جاء عند الباب هذاك وما ميز حتى وجهه عند الباب هناك وطق قال وقلط قال مسكين. كني أشوف ملامح موترة غمرتين سيارة. قام المعزب راع البيت وزهم قهوجية وطلع فلوس اللي معه وكذا طقطق الفلوس كل اللي لقاه انه مات 500. أنا متأكد لو لقى 100 200 بيعطي 100 200 300 بيعطي 500 لا تكثرها إيه اللي لقى الربطة الفلوس اللي كلها 500 ما عطى القهوجي قال راح أعطي. تمام. قلت أنا والخوي اللي بجنبي اللي جالس أنا وياه ما نتكلم مع الضيف مع المعزب ما نتكلم مع الزب. إيه. قلت أنا الخوي سبحان الله حظ هالمسكين العامل إيه حظ هالعامل إنه ما لقى صرف عشان أعطيه 500. قالوا وش يدريك لو يكون حظ المعزب؟ ها؟ قالوا وش يدريك لو يكون حظ المعزب؟ الله صدق. إيه والله لأن الـ500 اللي دفعها المعزب إيه أتقلى في الميزان. آه شفت شلون؟ أنا قلت حظ هالمسكين إن هذا ما لقى صرف عشان يعطيها 500. قالوا وش يدريك لو يكون حظ المعزب؟ صدقت انا وقعت وهذا والله انها الحقيقه. الله يجعلنا وانتم موفقين. أيوة. ابو علي تفضل. ابو علي الله يزيد فضلك. الله قال لك في جزء من آية قال ما عندكم ينفد وما عند الله. الله يبارك. نعم. باقي غير القران شيء؟ اصل اللي عندنا كله من عند الله. هو من عند الله ما عندنا شيء، لكن يقول اللي عندكم ترى كله بيروح. صحيح. العماير والقصور والفلوس والكثير والسيارات والدنيا، لكن إلا ما قدمت هو الذي باقي عند الله سبحانه وتعالى. الله. لكن يتبعها النية الطيبة، وما تقدموا من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وما يعني باقي وراء هذا الكلام شيء؟ إذا إن بغيت النماء والزيادة، إن بغيت الراحة، إن بغيت السعادة، لكن وين نقول لكم الإخلاص، ونقول لكم السمت، ونقول لكم إخفاء الصدق. خلك مع الله، خلك مع الله. والله إني لا أنسى ناس في هذا يعني بصدفة أو غير صدفة إن قالوا لي والله ما عندنا اللي نعطي عيالنا اليوم للفسحة، وأقسم بالله العلي العظيم سمعني واحد شاف مني حركة كذا قال إيش بك؟ قلت بس قال أسألك بالله إيش بك؟ إحنا في المسجد. قلت يقول كذا كذا كذا. راح وقال هذه حولها له الجمعية الحين متكفله وتعرف عندها لاستة بالأسماء اللي يعرفون ويدرسون أوضاعهم، عندهم ناس يبحثون وخدمونا في المواضيع هذه كاتبين وبالمراتب اللي هم يعلمونها وش عندهم وش ما عندهم وش يحتاجون وش كذا، إن كان مال نقدي فيعرفون إن ما بيودعونا في شيء بطال، وإن كان إنها مؤونة غذائية، وإن كانها بيوت، وإن كان مثل ما تفضلتم، فهم قائمين وخدمونا. إحنا نقدم اللي بيدينا اللي نستطيع والله ما يضيع، لكن اللي أطلب منكم إخفاءها بقدر المستطاع. ما شاء الله. الحمد لله. طبعا الهاشتاج عندنا اللي تكلمنا قبيل فيه عن ترشيح المرشد السياحي ردوا المتابعين، طبعا قالوا أول واحد قال أبو ناصر. ما فينا أبو ناصر؟ أي هاي هذا لا لا أبو صالح هو عشان يعرفون ولده ناصر. آه والله يا أبو ناصر ما فيها جدال. لا لا اللي فاز ما هو أبو عدوا ذا الحين كم أبو ناصر يعني أبو صالح واحد.
طيب بعدين يجيك هنا يقول ما ادري هو عبد الرحمن ولده ناصر ابو علي راشد اول واحد ابو علي بعدين ثاني واحد ابو علي بعدين ثالث واحد ابو صالح بعدين رابع واحد ابو علي بعدين خامس واحد ابو صالح هذول مغار بعدين سادس واحد الشيخ حمدان مغار الجروب حقه مرسل على خلاص ما قد دور لعنده بعدين ابو علي بعدين ابو علي بيض الله وجهك وجهه يستاهل بيتين نعم ها نبغى بيتين في الجمهور الان اذا الفايز الأول بالمرتبة الأولى المرشد السياحي يستاهل معنا وعلي. في القرية وفي كاريزما حمدان الشمراني يستاهل أبو علي والمرشد السياحي رقم اثنين بعده يعني إذا ما لقيته حمدان روح لأبو صالح على طول يستاهل حي والله العين لا 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 يا لا 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 طيب أقولها كل لا خلى بعد عط كل واحد مرشح عطه عطه مش عط عطه مش عط يا لا 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 ترى الشيء المطلوب من اللي يفوز اصبر قدام تلالي ايه؟ اول شيء مطلوب منك طال عمرك تحمل لك ونيت ايه؟ عزبه ايه؟ تحط فيها اثنين خرفان وتيس ايه الخرفان طال عمرك بنفطر بواحد وبنتغدى بواحد والتيس نبغى عشاء مقلب على كل مكان زين وحنا كل بوني هذول بنروح معك يعني هذه اعتبار انها يعني عيد عندك بهذا المنصب الجديد نعم. ايه؟ ثم بنروح معك تاخذ من الجوله على الوديان اللي قلت وادي مهره وادي ما ادري اسمه وادي اللي فيها اجل رايكم اذا الكلام ابو اجل اجل من هذا المنبر بدل البيتين اللي بيروح لهذه المناطق اللي قلتها سواء عند جيراني وانسابي غامده وزهران او بالقرن او عليان او خذعم ترى لهم من ذبيحه ذبيحه في المنتزهات اللي قلتها كفو ما هي بذبيحه واحده كفو ها عنكم يا جماهير والبيوت الشعر ما الحين احنا ما علينا من الجماهير ايه؟ علينا من احنا يا الحين اقول في المنتزه لا توسع الدائره بس المنتزه لا توسع احنا يا اعضاء بيت النشامه ايه؟ نبغى جوله في الوديان هذه وش قلت لك وش قلت لك وقلت لك لك مني لكل واحد من هذه ذبيحه خلاص توكلنا تم متى تبون واللي بينسحب واني في الله ذنب اللي يشجعني وعندي انا عندي انا شوفوا يا ابو علي يا ابو علي كفو هذه يا اخواني احنا نقول مرشد سياحي 100% خاصه بعد هذا الكلام وانا اسميه مرشد سياحي كاريزما واسميه حاتم كاريزما يا سلام النشامه نعم النشامه ما تبي بعد يا سلام بيض الله وجهك يستاهل وانا عند قولي ها يا مشاهدين طيب اللي بيجي من الجماعه ذولا او عن طريق هذا المجلس وانا موجود هناك ترى له في كل منتزه هذا ذبيحه يقول وافي وافي وتتفعلت يقول المعد بيهدونك شيله يا سلام استاهل يلا عطوا استاهل ابو علي والله ما ادري عنك يا حسن مرحبا منا ليوم القيامه يا هلا الوقفات واهل الزعامه مرحبا فيها من النور نور واثنين هذه رقصتك هذه ولا لا هي بعرضه ولا هي بقزوعي شكرا 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 والله ما ادري شكرا للمخرجين شكرا يا حسن ها هذه اسمها تشويش هذه اسمها برمه
ما عليه طرب طرش ما مرحبا بمبا مرحبا بمبا ما شاء الله عليكم الرجال هذا الله يعطيكم العافيه دعمك الله يستاهل ابو علي المرشد السياحي الكبير ابشر وترى موتر ابو علي سوزو غمرتين بيضاعنها عند الباب ومعروفه وفيها عزبه في الحوض شوفون يد الصاجقه تنزيه كلها موجوده ان شاء الله لا بدينا برنامجنا في الصبح احنا بالفطور ابد ابد والله كلها موجوده والله انك وافي ابو علي وربع وافي وانا والله اقولها ما هو بعشان الهواء يا رجال احنا نمزح اي واحد بيجي المنطقه تراني مستعد اقول ونعم 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 كلنا مستعدين وكلنا مثلك انت وافي اذا جيت ودلغان ابها الحبله اي منطقه المرغه المنطقه الجنوبيه كلمونا ونعم وان شاء الله ان ما نقصر كلكم كلكم والله لا تنحر لكم القعدان ما هو الخرفان والله انك وافي يا ابو صالح هلا هلا يا المرشد السياحي رقم 2 انت تدري اني احب قصصك يا اخي اليوم ما اعطيتنا قصه ترى والله بكيفكم تبون ها سلام هات تبون قصه نعم يمدينا عليها يمديك باقي معنا 10 دقائق ولا حول والله قصه طويله نخليها نجلها نجلها ها سلام قصه جيبها هياتها بسم الله الرحمن الرحيم هذه والله ما أخذنا من أخينا ذا الزائر يذكر في قديم الزمان فيه شاب والشاب من البادية وأخذ بنت عمه بنت عمه هذه ما شاء الله جمال وعلوم طيبة وهو أولابها قيل يوم من الأيام يقول عندما خطبها من عمه عيت البنت قالت لا أنا صغيرة توي ولاني أخذت أحد لا ولد عمي ولا غيره حاول الأبو حاولت أمها هك الحين ما في لا خيام ولا شيء يأخذون ربع من البيت ويدخلون المعرسين المتزوجين ذولا ولمن أصبح لي يروح مع نياق أبوه ولي يروح مع غنم أبوه ولي هكذا يعني هذه حالة البادية من أول والله مبارك لهم لكن الزوجة هذه عيت تقبل ولد عمها قلبها العم أبوها وقال يا هذا ولد عمك وترى طيب وتعرفينه قالت كفو ولد عمي ولكن أنا صغيرة وخلي الزواج بعدين المهم عجزوا عنها ويوم هذا قال ما فيه يقولها أنت يا أبوها ما فيه لا تأخذين ولد عمي راضي ولا زعلانة قالت ولد عمي انسانه بالسماء أنا بالأرض وانسانه بالأرض أنا بالسماء لا يمكن أخذ ولد عمي ولا يمكن أتزوج حالي الرجال جلس بربعة البيت وجابوها له وتشدد بها الرجال وكأنها مثل الغزال اللي مثل يبي يطير ويبي ينحاش ويبي قال ريحي يا بنت عمي وإن شاء الله ممدين على خير الرجال غفل يوم أنه أذن الفجر وجاله والله ما غير محلها رايحة راحت البنت يوم راحت البنت ويجي عمه قال يا عمي البنت راحت قال والله أنها معلمتنا والمفروض أنهم يشاورونها والمفروض أنها توافق الحمد لله على حكم الله لازم الاتفاق وتشاورون بينهم لكن الأولين يقولون لما نرضي أبوها وأمها ما هم غاشينها ويعرفون سعادتها ويعرفون المهم أنها بغوا يجبرونها وروحت وارتكبت الفرار الرجال هذا أنت يا ولد العم جاء يوم أنه جاء والأول الناس مرتبشين والأم تروح تدور ببيوت جيرانها والرجال يروح يدور عند المخول ويدور ما وجوده شيء مرة الرجال هذا ولد العم استدار من بعيد لو والله أن هذه جراراتها مروحة ما تلقيتنا الخلاء هذا باخر ليلة يقول والرجال على طول لا ما ولا شيء وكأنهم بالقيط يقول قصها بالأثر وقصها بالأثر قال يوم انه جاء قريب الظهر قال لو والله رجالاتها يوم قامت تخط تعبت وذبح حظمة رمضة وجاز منها نعمت يقول الرجال بعد كذلك ولد العم يقول مثلها يقول منتهي خالص يقول على آخر شيء يقول والله هك الصخور قدامه كأنهم منطقة هذه قال لها شمالية يذكر علي اسمها الحرة لا قريب الصمان إيه بالصمان مذكورة بالدحول ومذكورة إيه يقول المهم يقول يوم من هذا يقول له والله جرارتها يقول أم قامت تخطي يمين ويسار يقول للرجال كذلك ولد العم يقول يوم منه انتهى يقول لها كصخور قدامه يقول وسطها شجر يقول له والله يوم نصت الشجر هذا يقول وهي تطيح بها يقول يدور من وراء الصخور ويدور شيء يقول ما لقى له أثر يقول قال جازم النهب هذه قالوا يفد الشجر يقول الشجر كأنه خضر
قال يوم فده الشجر قال له والله ان الجحر قدام مثل جحر الذيب قدامه ويدري ان بنت عم هاويته مع هذا الجحر. يقول لهم بين صخور بين صفا. يقول الرجال تحايل وقال والله انا بتبع بنت عمي الحياه نموت. يقول الرجال دخل مع هالجحر ذا قال يوم انه دخل واخذ شوي قال وهو يتمزلح يقول مع صفا النملس. قال مرنا على جنبه ومرنا على جهه اليمين ومرنا على اليسار وعلى يقول راح له كم من متر يقول محول كاين محول له بير. قال اخذ شوي قال لا والله ريحته الماء قدامه اثره متلى واثره دحل مدحول لكن من العجاج وثرى الامطار وثرى العجاج اندفن هذا الدحل. يقول المهم ان الرجال راح للماء مع ريحته الماء وشرب الرجال ونعم وعين خير لكنه ظلام وبظلام بس يتوصل الماء ويلمسه ويشرب ما يدري هو بالآخرة ولا بالدنيا. نسي بنت العام ولا يدري وين راحت يا بالسلامة هل هي موجودة هل هي تحت الأرض هل يقول أخذ له فترة يقول كلمة هذا عطش رجع على الماء. يقول يوم أخذ والله ما أدري يا أخواني يقول إنه يومين أو ثلاث أيام يقول بهالظلام يقول لو والله طق المرو يقول طق مرو بعيد يقول طق حجر بعضه ببعض أثرها بنت عمه ضاعت مثل ما ضاع بهالدحل سبحان الله العظيم. والقصة يا أخواني تراها قديم وهو مؤكدة يمكن لها 100 سنة ولا أكثر والله أعلم. يقول المهم النص الطق هذا وقام يطق مثلها بالحصى. يقول مرني شر الحصى ومر ما يشرر. يقول الرجال أثر معه الزناد الأول الزناد الأول هذا يصنعونه الصناع وله صلبوخ ويحط عليه شيء أما من أرمام أو شيء من الصوف أو ولا منه قام يطق تذي يولع عبرات الحي القيوم كأنه كبريت سبحان الله. يقول له والله يوم وصلها يقول له والله ظلام يقول فيه شروخ فوق منهم شروخ يقول له منها طلعت الشمس يقول كأنه يطلع معها صدف ولا هم بظلام ليل نداوي وهو متملك عليها بالدنيا وحال حين بالآخرة ما يدرون عن شيء ولكن قام الرجال وقام يولع النار بنص البوخ ذا يقول له هذه بنت عمه أنت ولد عمي. يقول قالت اي والله أنا اي والله أنا ولد عمك. قالت والله من أول أبغض ما يمشي على الأرض أنت وحال حين أحب ما يمشي على الأرض اي والله بتحبه أنت حال حين. قال يا بنت الرجال حنا تملكنا بالدنيا وحالين ترانا بالآخرة والله أعلم عن حالنا حنا نسلم ما نسلم. قيل يا أخواني حسب الراوي قيل إنها السنة الأولى يقول مولود يقول عاشوا تحت الأرض يقول فيه شروخ بالجبال فوق منهم يقول يجيهم صدف وكانفس يقول لما جاء المطر يقول الصب مثل المثاعب. يقول فيه شجر حالي يقول يأكلون منه ويشربون من الماء. يقول وخذوا محلهم يقول السنة الثالثة يقول مولود والسنة الثانية اللي وراها يقول مولود. أخذ 5 سنوات عائلة تحت الأرض والقصة مؤكدة وبالصمان وترى لها تسجيل كذلك. أنا اطلعت عليها وحصل هذه من رجال شرواكم وثقات وعدوها. المهم أنه عاش هو إياه 5 سنوات وجاهم 3 عيال ما شاء الله. يقول تحت الأرض يقول يجيهم مطر يقول من فوق والماء عندهم ويأكلون من الشجر الحالي والمر يخلونه. قال جاء يوم من الأيام يقول له والله أنه يوم أنه جاء الفرج من الحي القيوم يقول انزلوا عرب على فم الدحل. يقولوا عندما انزلوا يقول له والله انهم عطشوا ويعرفون الدحل هذا. يقول قالوا يا فلان ابن فلان في كشاف توها الكشافاتك علينا طالعه إيه؟ في كشاف خذ الكشاف وخذ القربه وخلك براس الحبل وانزل ولما انك نزلت ان شاء الله اللي بيدخل عليهم بالغدره وبيلقاهم بينجل وعبيت القربه اوم بالحبل وان شاء الله نسحبك. قال الرجال نزل بكشافه قالوا بالقربة قال لا درى لهم صاكين تحت الأرض. يقول الرجال وبنت عمه وثلاث عيال يمكن بعضهم بنات لكن هذا المذكور يعني عائلة ثلاث عيال والزوج وأمهم. المهم يقول ما دا الرجال هذا أبو كشاف وأبو قربة قال لهم صاكين به أنتم جن ولا أنس. قال له والله حنا أنس ولنا وقت طويل. يقول المهم انه استدرجهم وارسل لاخوياه يرسم حبل ثاني
وطلعه من الرجال قال ابن خيمه يقول انت يا انا جبتها لكم سريع بدون موجز اي يقول قال انت يا ابو العائله هذه اللي عاشت تحت الارض حطوا لنا خيمه برا وتراني يمكن اذا نطلع الله اعلم ان ننعمي لكن حطوا لنا خيمه وتذرون علينا علشان ما نشوف الشمس. طلعوهم العائله ذي الله اكبر جابهم الله لهم نقد وصاروا بالخيمه وجوك الشيبان وقال انت تدري عن فلان ابن فلان والربع الفلاينه؟ قال والله طيبين ويقولون سنيه قبل 5 سنوات يقول ولدهم اخذ بنت عمه وقصوهم بالاثر ولقوهم ماكلين اكلتهم الذيابه. هذول ناس غيرهم ما يدرون عنهم. سبحان الله العظيم. يقول عاشوا هذول الثلاثه يقول استدعوا بهلهم يقول وانزلوا يقولوا كفلوا المتزوج قالوا بنت عمه قالوا العيال يقول كانهم برصان ما شافوا الشمس. المهم يا اخوان نبي نجزها علشان الوقت. سبحان الله العظيم والقصه مؤكده والرجال ثقات وتراها قديمه. انت اكبر ثقه عندنا يا ابو صالح الله يسلمك ما تجيب لنا شيء ثقه. الله يبيض وجهك سلامة الحاضرين والمشاهدين. سلمت الله يبيض وجهك يبيض وجهكم كلكم من حضر معنا وشاركنا في هذا الحلقه وخاصه ضيفانا اليوم الاثنين اللي اكرمونا اخوي عبد الرحمن الله يبيض وجهك يرفع قدرك. شكرا لك على حضورك معنا وعلى مشاركتك القيمه ما شاء الله وكلامك الطيب. امين وما جينا عند اخواننا وهالشاشه الطيبه ليس الله ان يبارك فيها وفي جهود القائمين عليها. آمين. الله يجعلكم مفاتيح الخير مغاليق ان شاء الله. امين امين. اخوي ابو طلال شكرا الله يرضى عليك. الله يبيض وجيهكم بياض النشاع معك الريع بيض الله وجيهكم بياض الوضح والثلج والبرد والشاش منه وعلى علومكم الغانمه وعلى قناه الواقع اللي الان تنافس الكثير من القنوات. الحمد لله. تجد فيها الشعر الروايه يا رجل كفايه ذكرنا الله تحفنا الملائكه وتحف ان شاء الله حتى متابعينا. الحمد لله. يقول ما من قوم ذكروا الله في مجلس الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وقيل قوموا مغفورا لكم فهذه اكبر نعمه. اللهم لك والله يحفظك الله لا يهيك على كل حال. ولا من يقول ختاما في هذه الحلقه اشكركم جميعا متابعينا ومتابعاتنا وكل من يشاهد هذا البرنامج ونتمنى ان نكون قدمنا ما يرضي الله تعالى ثم ينال على رضاكم أنتم. نلتقي بكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد الساعة 4:30. نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي قولي لي كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي قولي لي كاريزما فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري